مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه، الحقيقه الحلقه النهارده مليئه بالاحداث الارهابيه الصعبه جدا، وايضا عندنا كمان بعض الاخبار القبطيه ايضا الصعبه جدا. يعني لو اتكلمنا على مستوى العالم، يعني نقدر نقول النهارده الجمعه المفروض وفي رمضان، والمفروض ان في احتفالات بالعاشر من رمضان، والرئيس السيسي كان صلى في جامع المشير طنطاوي ومعه أيضا شيخ الأزهر، والمشاهد كلها المفروض بنتحدث عن رمضان وذكرى العاشر من رمضان، كل ده بالنسبة لمصر. ولكن على مستوى العالم نجد الآتي: بدأت الأحداث الإرهابية بحادث في فرنسا. فرنسا بيقال إنهم اتنين، وبعد كده بيقولوا إنه واحد بس من المهاجمين، وبيسموهم حتى الذئاب الفردية أو المنفردة، قام بعمل إرهابي كان معاه عربيته بيحاول إن هو يفجر بعض العبوات من الغاز، بيروح رايح لمصنع غاز عايز يفجره. ايه اللي حصل كتفاصيل؟ محدش عارف التفاصيل، ولكن فوجئنا انه انا بتكلم ده حادث تونس، انا بتكلم دلوقتي عن حادث باريس. حادث باريس الحقيقة حصلت فيه حاجة صعبة جدا، انه حضراتكم تم العثور على رأس مفصولة عن الجسد، والرأس دي معلقة على سور الحديد اللي بتاع المصنع الغاز، واتضح انه المرتكب هذه الجريمة من تحقيقات الشرطة وتصريحات وزير الشرطة الفرنسي بانه شخص بيدعى ياسين، او ده كان مشتبه بيه، او يعني كان بيحقق معاه من 2006 ولغاية 2008، وبعد كده ما لقوش حاجة فأطلقوا سراحه. المهم انه حضراتكم دي حادث طبعا يعتبر مأساوي جدا. الكل دلوقتي، ده تصريحات وزير الشرطة الفرنسي، الكل دلوقتي يعني زي ما بنقول بيتحفز، حتى كان في طبعا استنفار امني في فرنسا. اولندا اعلن عن الخبر بمنتهى الحزن طبعا. ايطاليا وبعض الدول الاوروبيه بدات ايضا تتحفظ، ويعني زي ما ايضا يقول في استعدادات تحسبا لاي اعمال ارهابيه تحصل فيها. الحادث اللي حصل في فرنسا يعتبر 6 شهور بعد حادث شارلي ابدو. اللي حصل حضرات كمان ان دي اول مرة يذبح فيها شخص فرنسي ذبحا وعلى اراضي فرنسية، وطبعا كتبت عبارات باللغة العربية بجوار الرأس، وتم تعليق علمين عند جنب الرأس المعلقة اللي علقها على السور بتاع المصنع الغاز. وبيقال كمان ان هو بيعمل في مصنع، في هذا المصنع، وبالتالي ان هو كده يعتبر قتل رئيسه هذا، او ذبح رئيسه هذا الارهابي. طبعا في بعض التصريحات اللي بتقول ان هم اتنين مع بعض اللي عملوا هذا العمل الارهابي، ولكن زي ما بقول لحضراتكم طبعا احنا متعودين من الشرطه الفرنسيه هنلاقي بسرعه الاخبار الواضحه عن الحادث كيف اهتم بالظبط. وطبعا هناك تقصير امني لانه كان لسه بيناقشوا من يومين او يعني يمكن امبارح بعد القانون اللي هم عايزين يصدروه بالنسبه لاي مشتبه به، لاي او اي حد عندهم في السجلات معروف عنه ان ارهابي او كان بيحقق معه، كانوا لسه بيصدروا قانون انه يجب مراقبة هذا الشخص، ويجب تتبع اتصالات التليفونية، وايضا اختراق حساباته على الكمبيوتر. وكان لسه في جدل في البرلمان على هذا القرار انه ده بيتنافى مع الحرية، ولكن طبعا من الواضح انه تقريبا هيكون في يعني اصدار لهذا القانون، بحيث انه طبعا نظرا لكل الاعمال الارهابية اللي بتحصل على ارض فرنسا. بالنسبة لتونس، بعد تفجير على طول بعد باريس لقينا الخبر بتاع الكويت انه انت انتحاري فجر نفسه في مسجد للشيعة في الكويت. وطبعا بدأت الأعداد ترتفع، خمسة يعني 13 20 الأعداد النهائية 25، بس طبعا زي ما انتم شايفين التفجير حصل في أثناء صلاة الجمعة. يعني شوفوا الإجرام، وداعش أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير. وأيضا آراء كثيرة بدأت تبحث في لماذا هذا الحادث، لماذا استهداف هذا الجامع الشيعي بعد أن تم استهداف 2 جوامع، جامعين من للشيعة في السعودية، واستهداف جامع للشيعة أيضا في اليمن، وكلهم داعش أعلنت مسؤوليتها. هل كل ده نوع من أنواع عايزين يبقى فيه
يعني يحولوا الموضوع للاختلافات المذهبية واختلافات ما بين السنة والشيعة. هل هناك أي نوع من أنواع مثلا بعض التقارير اللي تم عرضها في محطة البي بي سي العربية كانت بتشير من بعض المداخلات الهاتفية إنه كان في تقارير بتقول إن داعش توغلت جوه الكويت وإن في عناصر وخلايا نائمة وإنه كان كل ده موضوع أمام الأمن وإن في تقصير أمني وإن الحكومة ممكن تكون كانت بتستخدم بعض الناس دي لأمور أخرى. وفي النهاية طبعا هذا الخبر أو هذا الحادث بيشير إنه برضه في قلق إنه ممكن تحصل حوادث أخرى. بعديها بشوية لقينا حادث آخر في تونس، في أهم منطقة ساحلية في تونس وأهم منطقة سياحية في تونس اللي هي سوسة، في فندق هناك ساحلي بيسموا حتى المنطقة دي بيسموها جوهرة الساحل، ضرب شديد للسياحة. وأيضا يأتي هذا الحادث طبعا بعد الحادث اللي كان في حضراتكم المكتبة اللي كانت ضربت منذ فترة، واستهداف للسياحة واستهداف للسياح. وطبعا في هذا الحادث وصلت 37 قتيل بينهم ألمان وبريطانيين وبلجيكيين. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا هذا الحادث الإرهابي، وتعتبر طبعا زي ما حتى كاتبين إن دي ضربة في الصميم، وإنه الرئيس التونسي بيقول هنواصل الحرب ضد الإرهاب. وأيضا الرئيس السيسي الحقيقة يعني اتصل هاتفيا بالسبسي وأعلن دعم مصر لمحاربة الإرهاب أيضا في تونس. طبعا الأمور بتقول هل ده ليه علاقة بالجوار الليبي، بأنه هل الجو المتعكر أو الدنيا المشتعلة في ليبيا هل ليها سبب في الأحداث اللي بتحصل في تونس. ولكن دي طبعا ضربة قاسية جدا وقاسمة للسياحة في تونس. فنقدر نقول ثلاث أحداث حصلوا ورا بعض. بعض المحللين السياسيين للمشهد ككل أو يعني المهتمين زي ما بنقول شؤون الإرهاب وهذه الأمور كان بيقول يعني بيعتقد انه بعد تهديد البغدادي بان هيكون في مفاجآت لاوباما، طيب ما هو ما حصلش حاجه عند اوباما، ولكن في 3 اماكن مختلفه بيقال ان دي مش صدفه ان تحصل الاحداث الثلاثه دي ورا بعض متزامنه ورا بعضيها كده، انه احتمال يكون نتيجه للتهديدات اللي كان قالها البغدادي على ان هتشوف يا اوباما وهنعمل ومفاجآت وكل الكلام اللي حصل ده. بالتالي الحقيقه دي كانت الـ3 حوادث، بنعزي كل أسر الضحايا والشهداء اللي طبعا استشهدوا في هذه الحوادث الـ3. وبالفعل طبعا لسه زي ما بنقول دي تقارير مبدئية عن الأعداد، ولكن يعني مثلا بيقولوا 25 في الجامع في الكويت و25 شهيد وأكثر من 200 مصاب. في تونس اللي برضو بيقال إن لسه في جثث وجثامين بيحاولوا يحصروها، يعني العدد كان بيتزايد لغاية ما آخر تقارير كانت بتقول 37 من وزارة الصحة. وطبعا كل شيء هيتضح أكثر في الأيام القادمة بالنسبة طبعا للتحقيقات والأعداد النهائية، ولكن طبعا دي حاجة صعبة جدا. لو رحنا لمصر بنلاقي أيضا حضراتكم يعني بالأمس فوجئنا بشاب جميل جدا، شاب الحقيقة 24 سنة مجند، شاب بهاء، ونفاجأ حضراتكم بأنه الولد يعني في منتهى النشاط والحيوية وصل لأهله في أسيوط في قرية رزقة الدير المحرق قصية أسيوط جثة. ووصل هو كان مجند، ولما جات الجثة قالوا أنه يعني قالوا حضراتكم أنه انتحر. وسبب الانتحار موجود يعني في إحدى التعليقات، كان يقول لك أصل هو ما قدرش يستحمل الضابط سبه بأمه وكان عايز ياخد أجازة علشان ينزل لأمه ربنا يديها الصحة، الأم على قيد الحياة. وطبعا كل ده كلام غريب جدا، وإحنا لسه منتظرين تقرير الطب الشرعي، ولكن ليست هذه أول حادثة ويتم طبعا يعني الإشارة إلى أنه انتحر. الجثمان في آثار للرصاصة داخلة من الصدر وخارجة من الظهر، في آثار لضربة ب يعني ظهر دبشك بيسموه دبشك اللي هو الجزء القاعدة بتاعت البندقية أو مسدس. وبعدين هو بيقولوا طبعا يعني
احنا اتفقنا ان احنا مش هنعرض الحاجات دي، الصور معانا، لكن طبعا يعني احنا في انتظار التقرير الطب الشرعي. ولكن هذا الحادث الأليم ايضا، يعني احنا بنتكلم النهارده، اولا ده شاب كان دايما بيحكي لاصحابه ان هو مضطهد في الكتيبة بتاعته في الجيش، ورسائل تهديد بتأتي اليه. فاحنا بنتكلم هنا حتى السبب اللي بيتقال انه الضابط سبه، ما خلوش ينزل يحضر، يعني بعد الشر عليها ربنا يديها الصحة، ولكن طبعا بنعزي كل الأسرة والدته. فالكلام ده أساسا مش سبب يعني، وفي نفس الوقت يعني بهاء جمال كان يعني شاب في منتهى النشاط والحيوية، له خدمات في الكنيسة بشكل كبير جدا، ويعني شاب مبتسم، وبيقولوا ان هو ملاك على الأرض. يعني ازاي يا جماعة يعني حاجة زي كده؟ طبعا احنا عندنا أحداث تانية، لكن دول الأحداث الرئيسية اللي احنا هنتوقف عندهم النهاردة في حلقتنا. طبعا يعني في أمور تانية عن داعش، ولكن خلينا نركز على بهاء. ومعانا ومع حضراتكم الآن الأستاذ وائل منير، وائل من قرية أيضا، والحقيقة يعني قرية رزقة الدير المحرق الأوصية أسيوط. أستاذ وائل، برحب بحضرتك معانا. أهلا يا فندم، أهلا أهلا بحضرتك. ربنا يعزيكم وربنا يعزي الأسرة كلها. والحقيقة كل من شاهد صور بهاء وكل اللي عارف الموضوع، يعني ما اقولش لحضرتك، واكيد حضرتك متابع قد ايه طبعا كلنا يعني تأذينا لهذا الحادث، ومش اول مرة للأسف الشديد يعني. فعايزين نعرف من حضرتك المعلومات اللي يعني بتشير لحقيقة المقتل بهاء. يا فندم شكرا لحضرتك وشكرا لشعوركم الطيب. هو كان جندي مجند بهاء جمال، جينا يوم اول امبارح ان جانا حد من المخابرات العامة هو كان مجند في انهي منطقة؟ في الدفاع الجوي يا فندم، في المدفعية في الهايك ستيب. الهايك ستيب، نعم. فأنا هدي حضرتك دلوقتي رقم الكفيلة وهديك كل بيانات. تمام. طبعا احنا جانا الخبر على اساس ان الشهيد مضروب بطلق نار. فطبعا التقرير الاول اللي طالع على اساس ان هو طلق نار، ولكن فيها احداث حصلت هناك من خلال المشرحه ان الولد انتحر. طبعا الصورة اللي انت شايفاها وعرضها حضرتك دي، ده خادم في الكنيسة ومحبوب من الكنيسة من آباء الكهنة، ومحبوب من القرى المجاورة، وده فنان بيلعب على الأورج. وكان يعني قبلها بيوم أو باثنين قائد الكتيبة نفسه بيكلمه على أساس إن هو يلحن له اللحن. انا هديك ابوه وهديك عمه، بس بعد ما طب انت خلصت ان صديقي، صديق يعني صديق مقرب لي. صديق مقرب لبهاء. احنا المشكله ان مفيش سبب مقنع يدول الانتحار. يقول بالظبط كده. يعني اللي بينتحر ده بيكون ده في السبب خلينا بوادر، نركز. بيكون انتوا كقرايبه كاصحابه واهله بتحسوا انه متغير، انه في، ما حسيتش حضرتك يعني اخر مره تحدثت معاه كانت امتى يا استاذ وائل؟ يعني هو كان هنا في اجازه يا فندم، كان في اجازه من حوالي 35 يوم، نعم. وكان طبيعي، ما فيش حاجه حصلت، ما فيش تغيرات، ابن الكنيسه بيروح الكنيسه بيصلي يعني عادي، يعني ما فيش تغيرات. بعض اصحابه كانوا بعتولي رسائل انه يعني ان هو كان بيشكو من انه مضطهد لا يا يعني في... فندم، لا بصي، اه قصة الاضطهاد يعني بنستبعدها من الجيش المصري، لأن الجيش المصري برضه جيش وطني، أوكي؟ وقصة الاضطهاد إحنا مش محبذينها، يعني مش فكرة يعني محبذة عمره ما إن إحنا حكى معاك بنقول عن حاجة اضطهاد. زي دي؟ لا يا فندم، أنا ما حكاش معايا عن قصة اضطهاد أو هو مضطهد أو حد مضطهده، لا لا. إحنا بنقول إن إحنا في الوقت الحالي التقرير المبدئي اللي طالع رصاصة في السطر. أوكي؟ رصاصة في السطر، ولكن نعم. التقرير الطبي الشرعي لسه ما فيش حاجة واضحة، قالوا لنا بعد شهر. بعد شهر ليه؟ ما هو التقرير الطبي الشرعي كده، السودان حاول ان يبعت كارير. اه
لكن مفيش أي فأنا حاجة خالص في خلال اتصالات قريبة كانت حضرتك ملاحظ عليه إنه في أي تغيير. يعني أنت بتقول إن هو كان لا قائد الكتيبة اللي عنده عايزه يلحن له حاجة، الكلام ده أنت عرفته من خلال مراسلات ما بينكم. هو يعني بيلعب على الورج كتير، يعني انت حتى لو فتحت اليوتيوب وفتحت لا أنا شفت فيديو ليه كمان وهو بيحاول يحفظ مجموعة شباب ومعاه الأب الكاهن وكده شعار لمؤتمر، فيعني احنا شايفين قد ايه ان هو يعني كل ده شفناه الحقيقة، فبجد يعني شاب في منتهى الحيوية وبشهادة كتير زي ما بقول لك. يعني خلي نسمع حتة من الفيديو الجميل ده البهاء الشهيد بهاء وهنرجع سامعين لك. حتى من الشعار. اتفضل. ماشي يا فندم. بذر الطاعة وحب الله. طب انا هدخل كده وانت خش انا ما همسك لك الناحية التانية. اتفضل. لو قلبك تزرع جواه. لو قلبك تزرع جواه. حب وايه؟ بذر قدوة. كل الناس هتشوفك قدوة وانت تلاقي الراحة معاه. تمام؟ شفت اللي حصل؟ لو قلبك تزرع جواه بذرة حب بذل الطاعة وحب الله. أنا مش عارف أحفظ. كل الناس هتشوفك قدوة وأنت تلاقي الراحة معاه. يا ابن النسوان أسرع. 15 دحاح 2 سلندر. شدوا حالكم معانا شوية. نسمعها باللحن طبعا هتلاقيها أسهل. لو قلبك تزرع جواه بذر الطاعة وحب الله. لو قلبك تزرع جواه بذر الطاعة وحب الله. بصوا كل الناس هتشوفك قدوة. كل الناس تاني. كل الناس هتشوفك قدوة. لو قلبك تزرع جواه بذر الطاعة وحب الله. لو قلبك تزرع جواه بذر الطاعة وحب الله. كل الناس هتشوفك قدوة وانت تلاقي الراحة معاه. ستوب. حلو. ده المألوف. يعني ايه المألوف؟ يعني اللي ودنك مشيت عليه. كل الناس هتشوفك قدوة. قلت وانت تلاقي مشيت على نفس اللحن صح؟ لا هيتغير في الحتة دي. وانت تلاقي الراحة معاه هنغيرها. هتبقى ازاي؟ وانت تلاقي الراحة معاه حياتك هتتغير. تاني كده. كل الناس هتشوفك قدوة وانت تلاقي الراحة معاه. كل الناس هتشوفك قدوة. يعني شاب في منتهى النشاط والحيوية اللي بيعلم الشباب الكلام الجميل ده، يعني أكيد كان هو قدوة، أكيد إن هو كان شعلة نشاط، أكيد كان جوه قلبه البذرة اللي هو بيتكلم عنها الطاعة وحب الله، فإيه اللي هيخلي شاب زي كده ينتحر؟ لا يا فندم، هو في بداية الكوبليه بتاعه بيقول لك ايه؟ لو قلبك تزرع جواه. هو ده الشهيد، هو ده الشهيد بيزرع الحب دايما جوه الناس. اوكي؟ احنا كل الهدف عشان نكون فعلا منصفين عايزين نعرف سبب الوفاة. اهم شيء انا عايز اعرف سبب الوفاة. انت عايز تعرف، واحنا كلنا بنسأل هذا السؤال، وانه من خلال شخصية بهاء يعني صعب قوي ان يكون انتحر. يعني الحقيقة اللي احنا شايفينه، يعني اللي احنا حتى بعيد اللي احنا ما عشرناهوش، اللي احنا مجرد شفنا تاريخه وشفنا كلام اصحابه عنه وشفنا الرسائل اللي مكتوبة والحاجات اللي اتنشرت عنه في الفيسبوك، اعتقد يعني ان كل ده بيقول ان ده شخصية جميلة. واكيد والده لما دلوقتي يعني عايزين نتكلم مع الاستاذ جلال جمال، استاذ جمال جنب حضرتك يا استاذ وائل مش كده؟ ايوه يا فندم اهو. بس طيب. خليني في الاول اناشد رئيس الجمهوريه وزير الدفاع نعم للاهتمام بالموضوع. طبعا، يعني كلنا عايزين نعرف مين قتل جمال وكيف يعني مات جمال بهاء جمال. بهاء جمال يعني بصراحه زي ما احنا شايفين وكده صعب جدا انه يكون انتحر. خد يا فندم شهيد معاك استاذ جمال. اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا فندم. بنعزي حضرتك ويعني ربنا ينيح روحه، واكيد طبعا هو في مكان افضل، ودايما المقولة اللي بتقول يعني انه الحلو والجميل ما بيبقاش كتير على الارض، ودي طبعا يعني حقيقة احنا بنلمسها. يعني
طول عمرك يا فندم، ونتمنى من رب المجد ان يظهر لي الحقيقه، لان انا متغرب عشان خاطره وعلمته، عشان خاطري يقضي الوطن بخير. لكن للاسف اتصلوا علي وانا بالكويت وقالوا لي توفى. عديت لما نزلت الساعه 9 الصبح، كان بالليل، نزلت 9 الصبح لقيت ابن عمي ولاد فكري جايبه من المشرحه من مصر. وقال لي انك مقتول. الوفاه كانت امتى يا عم جمال؟ استاذ جمال، الوفاه كانت امتى؟ اول امبارح. اول امبارح، ولما بلغوه ابن عمك امبارح ابن اخوك يعني؟ يعني اول امبارح. لا ابني، لا الميلاد هو اللي راح استلم ده، ابن اخوك. لا عندي ابن عمي. يعني ابن عمك انت؟ ابن عم. ميلاد هو اللي راح استلم. انا مسافر. هو لما اتصلوا عليه وقالوا له ان ابني توفى، راح جابه طبعا. راح جابه. فقلت انا منزلت من الكويت على رتبه الدير، كان هم جايين بالطريق. نعم. حيت اروح لهم واشوف ابني اللي داخل الجيش يتقتل بالنار، من حيث اروح اشوفه، لحيث ان هو جين بالطريق. نعم. عندي فرد الدير لما ابنك يجي. فلما جاء ابن عم ملاد بقول له ايه اللي صار، قال لي ابنك تقتل. بس هم بيقولوا ان ابنك انتحر. ازاي حضرتك خادم في الكنيسه؟ خادم في الكنيسه ومقدم يترهبن وطفح الدم في الغربه عشان اعلمه. انت عندك جمال اكبر اخواته؟ بهاء اقصد، استاذ جمال اكبر اخواته؟ ايوه يا فندم، هو الكبير يا فندم. عندي ولد كان اسمه كرول صغير، بس يا فندم لسه داخل اولى اعدادي. يعني ده اللي كان يصرف عليا يا فندم، يقتلوه في الجيش يا فندم، ياخدوه في الجيش يقتلوه ويطلع علينا ومنتحر. اخر مره شفته امتى يا عم جمال؟ يا فندم انا ما شفتوش، انا بقالي سنه ونص ما نزلتش. لا يعني انت قبل ما تسافر الكويت او تقابلت معاه امتى اخر مره؟ ايوه انا يا فندم، انا قبل ما اسافر كان بالكليه، خلص الكليه وكده داخل الجيش وانا مسافر. يعني انت ليك فتره طويله ما شفتوش؟ طبعا يا فندم. طيب في الصندوق بس يا فندم. ربنا يعزيك يا عم جمال. طيب خلال اتصالاتك بيه انت حسيت ان ابنك في اي تغيير؟ يعني كنت بتتصل بيه وتتكلم معاه طبعا باستمرار؟ ايوه يا فندم. طيب هو قبل الحادث بيومين بس يا فندم متصل على امه، قبل الحادث قال لها صلي لي، ومتصل على امه، ببعت رسائل كتير واقول لهم صلوا لي، لان هو بتاع ربنا. ممكن شفت حضرتك صوره بالموسيقى. ايوه، عرضنا دلوقتي جزء من هو بيعلمهم الترنيمه في الكنيسه او الشعار المؤتمر. خادم ومعيد من وراه، قال بس يا بابا هشتغل بس 5 سنين اعوض نص تعبك وهترهبك. يروح الجيش عشان يحارب عن الوطن، يقتلوه. واجب وطن. يقتلوا الوطن يا فندم، يرد مين يا فندم؟ يعني استاذ جمال انت بتستبعد تماما ان ابنك يكون انتحر. ازاي يا فندم؟ لو انا يا فندم قلت انتحر، انت مش هتصدقني، والناس كل العالم كله بتصدق، لان صوره قدامك. انت بقى له 5 شهور بالجيش. طب لما كان بيقول لوالدته صلي لي، يعني كان الكلمه العاديه، يعني هي حتى والدته لاحظت اي تغيير معاه في المكالمات؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. لا يا فندم، هو دايما يقول صلي لي، يعني هو دايما يقول صلي لي، يعني هو دايما ماشي مع ربنا. تمام. حتى بالجيش كان بيصلي، واي مكان بيصلي. الام بتشعر بابنها يا عم جمال، استاذ جمال. نعم. والدته شعرت بانه في اي تغيير؟ شعرت بان صوته متغير؟ شعرت باي حاجه من خلال مكالماتها الاخيره معاه؟ لا يا فندم. قال لي انا نزلت، ما جيتش ليه يا ابني؟ تاخرت ليه؟ المفروض كنت تنزل يوم 15 او 14. قال لي ماما ما نزلش انا والعساكر، مش انا لوحدي. طب تنزل ميت يا ابني؟ قال لي ما اعرفش. ثاني يوم، ثالث يوم بالظبط حصل الحادث يا فندم.
طب كانت سامعه، وبعض اصحابه كتبوا لنا ان هو كان بيحكي عن بعض يعني انه في تعامل صعب معاه شويه، وان في ناس بتعامله بشكل، والدته سمعت اي حاجه؟ سمعت ان في اي مضايقات ليه، اي حد بيضايقه؟ لا يا فندم، ما سمعتش خالص بحاجه زي دي. يا فندم يعني استاذ ميلاد ابن عمي انا ممكن حضرتك، لان هو طيب نكلم استاذ ميلاد، وربنا يعزيك وتعزياتنا للوالده، ونصلي ان ربنا يظهر الحقيقه والحق. طول عمرك، بس نتمنى يا فندم، نتمنى يا فندم مره ثانيه يجي حق ابني. احنا بنطالب معاك وبنضم صوتنا لصوتك استاذ جمال، عايزين نعرف عايزين حق بهاء، وعايزين نعرف ازاي بهاء اتقتل. بس يا فندم بشكرك يا استاذ جمال، ونتكلم مع استاذ ميلاد، هو اللي راح استلم وهو اللي جاله الخبر. استاذ ميلاد فكري ابن عم استاذ جمال والد الشهيد. ايوه يا فندم، ماشي يا فندم، شكرا استاذ جمال، الف شكر لحضرتك. شكرا يا دكتوره. مساء النور استاذ ميلاد، ربنا يعزيكم يا رب، وربنا ينيح روحه ويديكم العزاء والسلام يا رب. تعيش يا دكتوره، متشكرين خالص. حضرتك كنت اول حد رحت استلمت الجثمان بهاء؟ طيب احنا رحنا، اتفضل. اول ما وصلنا المشرحه قالوا لنا ان هيجي دلوقتي ضابط اللي سلمنا الجثه مع تصريح الدفنه، وهيدهولنا واحنا هنغسله ونديه لكم بعد كده. انتظرنا لما جه الضابط، فبنقول له لو سمحت احكي لنا ايه اللي حصل. يعني ده شاب جميل متفوق في دراسته، محبوب من طفولته، يعني هو في المدرسه كان كل المدارس ابتدائي اعدادي ثانوي، المديرين بتاعه المدارس اللي كان فيها داخلين على الفيسبوك ومش مصدقين. طبعا يعني كيف الطالب ده اللي كان عندنا متميز يعني يحصل اللي حصل ده، ومستنكرين خالص. محبوب في الكنيسه من الخدام البارعين، كان في كليته كليه تربيه نوعيه، دخل الكليه اللي هو راغبها والقسم اللي هو راغب الموسيقى، وكان بيلحن ترانيم وبيقوم بترنيمتها، وكان برضه بالالحان بالموسيقى، وبيعمل صيانه كمان للالات الموسيقيه كلها بانواعها، وهاوي وحابب الشغل جدا. ما هوش عمره اتخانق مع حد، ما هوش شاب انفعالي، ما هوش غلط، عمره ما غلط في حد في المنطقه ولا في البلد ولا في البلاد المجاوره. بيستعينوا بيه في كنائس على مستوى المحافظه لما يبقى عندهم حفلات. يعني ما هوش انسان انفعالي، ما هوش ليه اعداء، بيحب كل الناس ويصلي من اجل كل الناس. اللي حصل ده مستحيل ومستبعد انه يكون يعني ياخد طبق الانتحاري. هو كان فاضل له قد ايه ويخلص الجيش بتاعه؟ فاضل له 6 شهور. يعني فاضل 6 شهور، يعني كان خلاص قضى قد ايه يعتبر؟ قضى 6 وقعد 6، يعني كان سنة، كان مجند سنة. طيب يعني طب أستاذ ميلاد، يعني لاحظتوا أي حاجة في الفترة الأخيرة؟ هو زي ما قال أستاذ وائل إن هو كان معاكم من 35 يوم في أجازة، أو من خلال اتصالاتكم بيه، في أي تغيير لاحظتوه على الشخصية الجميلة المحبوبة النشيطة دي؟ لا. أي حاجة؟ لا أبدا. ده أنا هقول لحضرتك، اتفضل. لما جاء رائد يسأل عليه ويعمل تحريات هنا في البلد، أنا المدرس بتاعه، فخمنت إن يكونوا واخدين الموسيقى العسكرية في رئاسة الجمهورية فجايين يعملوا عليها تحريات، عشان كده يعني ما تصورتش. عملوها إمتى التحريات دي؟ يوم الأربعاء. الأربعاء اللي فات ده؟ قبل ما يقولوا لنا الخبر، جاء رائد من جهة بيقول أنا من جهات عليا، ما رضيش يقول لنا مكانه إيه، وبدا يسال على اطباعه، ودخل وشاف اوضته وشاف الالات الموسيقيه بتاعته. يعني واضح ان هو كان من ساعتها متوفي، ساعه ما جه الرائد ده شكله كده كان هو
ايوه هو ماشي ساب خبر عند شيخ البلد ان ده جثة في مشرح الزنوم، حد يروح يستلمه بكره الساعه 9 الصبح. يا ربي. اه يعني جه يوم الاربع عمل التحريات دي. الاربع الظهر كده، الاربع الاربع الظهر عمل. ايوه وعلى وبعدين رحتوا استلمتوه الخميس لا رحنا استلمناه الخميس الساعه 9 الصبح. الصبح. جاء نقيب من الكتيبه بتاعته، نقيب ابراهيم، عايز يشرح لنا ايه اللي حصل. تحس ان كلام ذهول كده يعني، مش منطبق على بعضيه. قال لكم ايه؟ دخلنا المكتب بتاعه لقيناه قاعد على الكرسي والبندقيه بتاعته بين رجليه وطلقتين طالعين فيه في صدره ومعلمين في الحيطه ورا، والفارغ بتاعهم مرمي في الاوضه، واحده ورا الدولاب وواحده تحت المكتب. طب هو في حد بينتحر بيضرب نفسه طلقتين؟ مش عارف عاد القصه تيجي ازاي. وما فيش، ما جابش سيره حاجه باصابه الراس دي، وكلام كده مش راكب على بعضيه. طيب يعني احنا كان ممكن نرنا تبرز فينا لو قالنا انه مسكوا الفاعل، لو قالوا ان احنا بنتحرى وهنجيب فاعل، لكن ده قال ما حدش دخل المكتب بتاعه وما حدش راح عنده، واحنا اول ما سمعنا صوت الطلق. وهو مجند ليه مكتب ازاي؟ يعني ايه مجند ليه مكتب؟ مش فاهماها دي. هو ليه مكتب لوحده يعني؟ هو واثنين زمايله معاه في نفس الاوضه، هو هاوي تجديد مجلدات كتب وكده ويحط عليها استيكرات، فكانوا مدينه مجلدات يجلدها عندهم في الكتيبه. ايوه. فهو هاوي الحته دي برضه لما بيقعد يتسلى، فقعد في الاوضه وطبعا سلاحه معاه ومعاه ذخيرته، اللي انا مش فاهم ليه يعني هيبقى قاعد في الاوضه وبراه خدمه ومعاه سلاحه ليه؟ يعني كلام مش راكب. والسلاح في وضع الاستعداد ليه؟ وهو حطها وطلعت الطلقات لوحديها، ولا نزل ملاك من السماء داس على الزناد؟ طب انتوا حد اداكوا؟ كان معرفش مين بيقول ان الفارغ بتاع الرصاص ده رصاص مسدس مش بندقيه، مش عارفه يعني لا 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 الرصاص رصاص بندقيه. احنا ما شفناش لان ده انتوا ما شفتوش حاجه. هو قال لك، قال لكم ان اثار الرصاص اللي في جسمه دي الرصاصتين داخلين من الصدر وطالعين من الظهر، رصاصتين من البندقيه بتاعته. البندقيه ده رجليه. لكن ما جابش سيره، وما جابش سيره عن ايه الخبطه اللي في الراس، اللي من في الراس في المنطقه اللي من فوق دي. احنا طبعا مش هنعرض اي صور، ولكن ما جابش سيرتها خالص دي ليه؟ لا 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 ما جابش سيرتها خالص. ولما دخلنا المشرحه شفناها الصوره اللي عرفتها حضرتك دي. ما احنا مش عايزين، احنا اسفين طبعا مش هنعرض الصور تاني، ولكن يعني طب انتوا اكيد حضرتك اتكلمت معاهم يعني، رديت عليهم وقلت لهم بهاء لا يمكن ينتحر، حصل اكيد الحوار ده. هو الضابط بيقول انه لا يمكن ينتحر لانه محبوب من الكتيبه والكتيبه كلها بقوا عليه. الضابط نفسه اللي هو نقيب ابراهيم اللي اتكلم معاك بيقول كده، وحكى وقع يعني ما تدلش على انه واحد مقدم على الانتحار. بيقول لك كان مفروض ان يوم الخميس ده يكون عندهم احتفال حاضر اللي هو قائد المنطقه العسكريه. فاستدعاه قائد المنطقه، قائد الكتيبه بتاعته، جابه وقعد عزف له مقطوعه لمده ساعه عشان يعرضها بكره قدام اللواء. عزف له على الناي بتأني مقطوعة عجبته خالص، فقال له لو انت بكرة عزفتها بالطريقة دي يا بهاء انا هدي لك اجازة وهدي لك مكافأة. طب يعني ده حتى المشهد اهو انهم بيحبوه وانه كان هيعزف، يعني مفيش اي حاجة خالص تشير الى انه ده واحد راح انتحر بعد كل ده. قاعد قاضي الكتيبة ده على لسان الضابط اللي بيكلمني قاعد يضحك معاه ومبسوط بيه، وهو طلع من عند قاري الكتيبه
طلع مبسوط وحكى لزمايله اللي حصل. قال لهم انا بكره هيجي اللي هو هعزف له المقطوعه، وقعد يتدرب عليها شويه في اول الليل. ده الكلام ده كان المقطوعه بعد الفطار على طول. ما خد له ساعه معاه بعد الفطار، طلع لزمايله وقال لهم الكلام ده. فواحد مقدم على انتحار مثلا، في حد طيب كان بيغير من محبة القائد لي، او يعني في حد كان يعني في اي حاجة اتقالت لكم برضو بتشير ان في اي حد يعني كان متضايق منه وعامل معاه مشاكل؟ يعني حتى الجماعة اللي كانوا مع الضابط، واحد ملازم اول والتاني عسكري، بيشيلوا بيه خالص وبيقول لك كل الكتيبه ما حدش يكرهه، وهو عمره ما اساء لحد وكلهم. طب ازاي كل اللي حضرتك بتحكيه وبشهادتهم هم كمان يبقى ده شخص ينتحر؟ يعني ما فيش اي حاجه يعني في حد كده من كل الحاجات الجميله اللي حواليه وشخص محبوب وكل ده، ومره واحده يعني يقرر ان هو ينهي حياته؟ فازاي يعني احنا لو جاله في فاعل وحقق وتحقيقات جايه والفاعل هيظهر وهنجيبه، لازم في فاعل. يمكن رصاصه خطا جت من حد، يعني حتى احنا بنقول لو هي حاجه خطا يعني، لكن يتقال، لان كل الاحداث المحيطه ببهاء لا يمكن ده شخص ينتحر وينهي حياته. انسان مؤمن، انسان ابن ربنا، انسان محبوب، موسيقار، فنان. عمليه الانتحار بالنسبه للشاب ده مستحيله. تمام. فلا بد ان في فاعل. فاصولا يعني كنا نحس من التحقيقات وكلامهم معانا ان ماشيه في خط، ان في فاعل. وانه نقول ان الفاعل ده حتى اخطا، يعني الرصاص طلع بالخطا، يعني خلينا نقول حتى دي، يعني ليه ما تتقالش كده؟ مثلا والافظع من كده ان جندي في القوات المسلحه وحتى لو منتحر ما تجيش تشريفه من القوات المسلحه تدفنه بشرف وتشرفه، هل هو فطيس؟ هل هو كان خائن لوطنه للدرجه دي انه يسيبوه من المسرح ويسيبونا ويمشوا؟ ما مضونا على ورقه ان استلمنا الجثه وخدوا الورقه ومشوا؟ يعني حتى كانوا عمليه التسليم عايزين يسلموا لكم بسرعه ويمشوا. ما هو اللي حصل كده، يعني يرضي القائد العام والقائد الاعلى للقوات المسلحه ان جندي عنده يترمي في المشرحه ويجي يسلموه لاهله ويسيبوه ويمشوا؟ طب لو انتحر مش هتبقى، لو جات حاله جنونيه مش هتبقى اصابه عمل في شغله في مكانه في القوات المسلحه؟ يعني على الاقل انه كانوا يشرفوه وسط بلده. بالظبط. بس كده يعني مش عارفه افسرها ازاي. صعبة جدا حقيقي، وحاجات كلها مش مفهومة أستاذ ميلاد. وطبعا اتفضل. والنار كل ما تروح تولع أكتر، يعني كل ما بيمضي وقت وما بي يعني ما فيش حد من زمايله يسأل عليه، ما فيش حد من كتيبته. طب لما أنتوا بتحبوه الحب ده كله يعني خدتوه من وسطكم ورمتوه كده ليه؟ فعلا يعني ليه ما حصلوش اي تقدير؟ ليه ما تعملوش اي جنازه تليق بانه كان مجند عسكري؟ يعني كل دي طبعا علامات استفهام غريبه. نفرض حد الساعه 2 اللي هو معاد السحور كان معاهم كويس سليم ما فيش اي حاجه، فلنفرض اصيب بحاله جنون من 2 ل 5 ونص اتجنن. يعني هي الوفاه كانت 5 ونص الفجر؟ اتجنن وضرب نفسه. طيب ده مش يعتبر من مشاكل العمل وحالته في القوات المسلحه؟ الظروف تأديه انه يروحوا يسلموا لنا كده زي الفطيس او زي اللي عامل خلل بأمن الدوله؟ غريب. ليه؟ غريب يا استاذ ميلاد فعلا. يعني حاجه محزنه. يعني احنا طبعا طبعا قواتنا المسلحه هي شعارنا وهي وانه كان بيخدم وطنه، مجند بيخدم وطنه، وكان يليق حتى بانه لو حصل اي حاجه انه ما كانش طريقه يعني انه كان يبقى بالشكل ده ابدا. بترجع بقواتها المسلحه. نعم. طب ليه اتصرفوا معاه التصرف ده؟ مش عارف. عندك حق، كل اللي حكيته ده يا استاذ ميلاد بيشير طبعا ده لو جاسوس مش هيعملوا فيه كده.
يعني يعني انتوا كمان صعبان عليكوا طبعا انه كان التسليم واللي هو بهذا الشكل، وانه كانه ما كانش خادم في اي الجيش مجند 6 شهور ولا انا بدي تشريفه نعم الكتيبه بتاعته تسكنه، وهم بالظبط. دول فدي عايزين حاجة يحكموا غريبة منه جدا. ليه وعايزين يتلفت المحضر ليه؟ هل هو مش بني ادم؟ مع انه بقى شاب من اجمل شباب المسيحيه في مصر. هو غالي قوي في أحضان المسيح دلوقتي، وطبعا يعني احنا مش عايزين تقدير أرضي، ولكن كل الحاجات المحيطة بالواقعة كده يعني بتشير إنه في حاجات مستخبية، في ما هو أمور الجد خفية. خزانة، نعم يعني هو لسه ما ظهرش التقرير النهائي للطب الشرعي، ولسه ما التحقيقات ما نعرفش عنها أي حاجة إلا إنها إحساس. تمام. هم لو قالوا لنا إن المجرم هنجيبه من تحت الأرض، لو قالوا لو جه شرفوه وسط بلده كانوا رفعوا راسنا وخلوا الناس هنا بين الشك واليقين، يعني رغم الناس مستنكر الحدث من حبهم ليه، لكن احنا مش عارفين نتصرف ازاي. هل هو مقتول في محطة عسكرية؟ هل هو خاين؟ هل هو حرامي؟ هل هو ليه طب كده؟ يعني بيعملوا ليه كده؟ نعم أسئلة كثيرة بتدور حوالين مخ الناس، وده اللي خلى حضرتك في حاجات كده بتنزل على الفيسبوك ما حصلتش، يعني الناس بتألف قصص. طب وليه تتألف قصص إذا كان الحقيقة ليها فرق واحد؟ تقصد ايه تأليف القصص؟ قصص ايه اللي بتتألف؟ حاجات كده بتتكتب على الفيسبوك وما لهاش أي حقائق. احنا كده طبعا عرضنا الحقيقة الكاملة، وكمان ان حضرتك يعني ذكرت كل اللي حدث من ساعة ما جه زي ما انت قلت الضابط او اللي جه يعني في القرية عندكو وساب الخبر مع شيخ البلد وكل القصص، ولما رحت استلمتوه من المشرحة يعني، واللي حكاهولك كمان خبر النقيب مكتوب على ابراهيم زي ورق ما انت على فكرة بتقول. يعني. نعم مش خبر مكتوب على ورق، ده نعم خبر فاحنا شافه. بنناشد ولذلك احنا الجميع، كنا كل اللي على الفيسبوك اللي بيكتبوا حاجات يا ريت يستقوا المعلومات من خلال هذا اللقاء يعني، وان هي دي الحقيقة. وطبعا كده برضو حضرتك والكل نفى ان يكون الولد، ان الشهيد يكون قال لكم اي حاجة عن انه كان في اضطهاد او خلافات، ان الكلام لا ده ولا في مش اضطهاد ولا صحيح، في تهديدات ولا في اي حاجه. ما فيش هو صحة لهذا الكلام كريم نفسيا بالمرة. وهو بيحب نعم زمايله وزمايله بيحبوه تمام. وعلاقته ومعلومة بيهم خطيرة طيبه. ومهمة جدا لحضرتك قلتها، انه كان بيتدرب على مقطوعة هيعزفها على الناي يوم الخميس، وهو نعم يعني استشهد يوم الاربع الفجر زي ما حضرتك ده بتقول انا الساعة ما 5 اعرفش ونص. الكلام ده الا من لسان النقيب ابراهيم نقيب اللي ابراهيم هو ايه اسمه؟ رئيسه المباشر. عندك فكرة ابراهيم مين؟ أنا نسيت اسمه، طيب كان يعني مكتوب النقيب على ابراهيم الأبراج اللي هو بتاعه. المفروض رئيسه المباشر كان محبوب عنده جدا، بيحكي هذه الواقعة بانه كان مرتب ان هو يعزف المقطوعة دي في الاحتفال هيحضره اللواء نقيب قائد المنطقة إبراهيم هو العسكرية، اللي نزل سلام، عشان كان هو اللي ذكرى نزل العاشر من سلام لك رمضان. يعني المفترض ان اللي حضرتك بتقوله ده ان احتفالات كانت عشان ذكرى العاشر من رمضان، يعني كل المواضيع، معي. وان هو محبوب، وان هو كان بيعمل موضوع المجلدات والعزف والكلام، يعني كلها حاجات بتشير الى حضرتك انا لما لقيته بيحقق النقيب الرائد اللي جاء من مصر ده، قلت ده اكيد مختارينه في الموسيقى العسكريه في رئاسه الجمهوريه فجاي يتحرى عنه، دليل على انه يعني ممكن يوصل للمكان ده، فما شكناش انه يكون مات ابدا. نعم طبعا. يعني وحتى زي ما حضرتك ذكرت وزي ما والده ذكر انه حتى لو اتقال انه محدش هيصدق، يعني حتى احنا اللي ما شفناهوش اللي هنشوف فيديوهاته اللي هنشوف الكلام المكتوب عنه زي ما حضرتك كنت بتقول محبوب ومتفوق في مدرسته، وكل الناس مش مصدقه اللي كانوا قريبين منه انه لا يمكن انه شخص بهذه المواصفات يقدم على الانتحار وانهاء حياته بايده. ربنا يعزيك استاذ ميلاد واستاذ جمال. اتفضل. من خلال البرنامج بتاعك بناشد السيد رئيس الجمهوريه، السيد وزير الدفاع، السيد قائد الدفاع الجوي، انه ينظروا لنا بعين الادميه يعني ويوضحوا لنا الحقائق. ده احنا نعم اهل بتحرك.
بالظبط، وليكوا حق، وكمان ليكوا حق ان انتوا ازاي يا ما ريت يبقاش نحس فيه بحاجة جنازة ونشوف ولا احنا اهتمام موجودين حتى بحضور في بلدنا. الجنازة من قبل يعني مجند وتوفى اثناء خدمته، كل ده حتى لم يشاركوا بيه بالمرة. يعني كل دي طبعا بنناشد الرئيس وايضا يعني وزير الدفاع انه يكون في شفافية في الامور وتظهر الحقيقة، يعني حقيقة مقتل بهاء جمال ميخائيل سلوانس. بشكرك استاذ وائل، بشكركم بصراحة، وبقول لكم ربنا يعزيكم، ربنا يعزي كل اصحابه ومحبي بهاء جمال ميخائيل سلوانس، واستمعنا يعني لكل الحقيقة كاملة، ويأتي يعني السؤال اللي بنطرحه وعايزين الجواب الحقيقة من قبل القوات المسلحة والجيش المصري الأصيل. بنقول يعني وارد ان يكون قتل خطأ، لكن يعني ما ينفعش ان شخص يتقال عليه انتحر بكل هذه المواصفات يعني بصراحة. فكل ده الحقيقة احنا بنناشد القوات المسلحة والرئيس ووزير الدفاع إظهار الحقيقة من قتل بهاء جمال ميخائيل سلوانس يعني. وربنا طبعا يعزي كل أسرته، وزي ما احنا بنقول ان كل انسان معاد يعني، ومكتوب له يموت امتى، مكتوب له يتولد امتى، وربنا بيدي العزاء لكل الأسرة والسلام لكل الأسرة. وبنناشد كل يعني الحقيقة يعني نقدر نقول كل اللي بيحصدوا الأرواح، كل اللي بيزرعوا الأحزان، كل الظلمة والظالمين، بنقول لهم إن ربنا موجود، ربنا لا يشمخ عليه ولا يغلق أذناه أبدا عن شكوى المظلومين ولا عن صراخ المظلومين، وإنه ممكن يكون ربنا بيتأنى وبيصبر كثيرا ولكن إلى حين. ربنا موجود، وربنا يعزي كل أسرة الشهيد بهاء وكل أسر الشهداء اللي أيضا زي ما بنقول النهاردة كان في حصاد لكثير من الضحايا الحياة في كثير من الأحداث، حتى على مستوى سوريا وداعش دخلوا عين العرب مرة أخرى، ويعتبر أكبر مذبحة أو أكبر ثاني مذبحة أيضا لمجموعة من الأكراد والمدنيين اللي موجودين أيضا في عين العرب كوباني. يعني الحقيقة نقدر نقول الدماء والظلم والإرهاب موجود في كل مكان النهاردة، مع برضو ضحايا الكويت، ضحايا تونس، كل دول حياة بنقول ربنا يعزيهم وربنا موجود، وأبدا ما بننساش أي حد غالي علينا، وربنا يدي العزاء لكل أسر هؤلاء الشهداء. مش موجودين.
خدوها وياهم وراحوا أيام طويلة وقلبي مستحمل جراحوا لكن يا قلبي لو صحيح مش موجود عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك يا رب تلزز نفسي ربنا موجود. ربنا موجود وهو اللي عنده تعزيات، عنده تعزيات لكل اللي بيحصل، عنده تعزيات لكل واحد فقد عزيز وغالي عليه. عايزين نرجع لحادثة كده كانت حاصلة في حضراتكم من في الأقصر، كانت في منطقة الضبعية، والحادثة دي يعني في خبر يعني الحقيقة يعني زي ما بنقول اللي هو أبديت أو يعني خبر يعتبر تابع لأخبار كانت لحوادث حصلت قبل كده. فأنا عايزة أقول لحضراتكم طبعا أنه اللي حصل القصة كانت في 2013 في الضبعية الأقصر. اللي حصل وقتها أن تم قتل 4 أقباط وحرق ونهب عشرات البيوت، وتم تهجير الأقباط وحصارهم من الأمن والمتطرفين، وده كان في 5 يوليو 2013. كان وقتها تم عزل مرسي في 3 يوليو لو تفتكروا. المصريين طبعا كانوا في فرحة غامرة، ولكن اللي حصل ان كان الاخوان بيحاولوا يخططوا للانتقام من كل من شارك في هذا العزل، وعلى رأسهم المسيحيين الأقباط كان هدفهم الاول. في 5 يوليو كانت هوجة عنف ضد الأقباط في نجع حسان التابعة للضبعية، رموا جثة المسلم أمام منازل المسيحيين، وطبعا اتهموهم بأن هم اللي قتلوه، وكل ده كان تهييج للناس علشان يحصل هجوم على بيوت المسيحيين هناك في قرية نجع حسان الضبعية. وبالفعل حصل كده، حصل اعتداءات وحصل نهب وسرقة وحرائق، وتم الاستغاثة بالأمن أكتر من مرة، ولكن للأسف لم يتدخل أحد. ولغاية ما مدير الأمن قام بخبر كده كان غريب جدا علينا، أنه قالك نرحل السيدات والأطفال من القرية ونسيب الرجالة، فطبعا كان استهداف للرجالة. وبالفعل زي ما قلت لحضراتكم حصل هجوم ونالوا من 4 أقباط، منهم واحد كان من حركة تمرد اللي هي الحركة اللي كان ليها إسهام كبير جدا في تجميع الشعب المصري ضد هذه الجماعة الإرهابية وضد مرسي. فوقتها 4 نالوا إكليل الشهادة، ومنهم زي بقول لحضراتكم اللي كان من حركة تمرد، ولم يتم الحكم على أي حد. وطبعا كان أهالي لما تم القبض على البعض من المشتبه بهم في الحوادث دي كلها، بقية الأهالي القرية ما عجبهمش، وأهالي القتلة بالتحديد ما عجبهمش الوضع ده، وهددوا في يناير 2015 بأنه هيكون في تهديدات أخرى للأقباط. بعد كده تم قتل واحد تاني باسمه اللي هو ابن عم أحد الشهداء، وتم القبض على القاتل. ولكن نفاجأ الحقيقة أنه يعني هو كان صاحب سوبر ماركت وكان مستخبي، وكان معاه بندقية آلي وخزنتين سلاح، وأنه هو كان وقتها برضو تزامن مع المحاكمة القتلة اللي هم كان مقبوض عليهم. فجه هذا القاتل وقتل عن عمد ابن عم الشهيد. القاتل كان راكب موتوسيكل، يعني المفروض كان معاه شريك، وضرب القتيل 12 رصاصة اللي هو ابن عم واحد من الشهداء. وطبعا في الاخر بقى اخر خبر اللي هو الخبر الجديد اللي انا حبيت اقول لحضراتكم القصه، والقصه طبعا كان بيذكرنا بيها صفحه عظمه زرقاء، ان القاضي حول القاتل ده اللي هو صاحب السوبر ماركت اللي جابوه باللي كان معاه واحد في موتوسيكل واللي هو كان ضرب الـ 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 الشهيد 12 رصاصه وكان قبل المحاكمه، كل ده حضراتكم، وطلع في الاخر مختل عقليا وتم تحويله
تم تحويله لحضراتكم المستشفى الأمراض العقلية. عشان نعلق على هذا الحادث الحقيقي وهذا الخبر اللي كان غريب في النص كده، لو تفتكروا كان حتى انتشرت صورة للشيخ الأزهر وهو لابس اللبس الصعيدي كده، وكان راح هناك القرية علشان يعمل صلح. الصلح ده بيقال انه كان عشان يتم الإفراج عن كل اللي هم كانوا محبوسين من القتلة اللي قتلوا الأربع شهداء الأولانيين. وفي النهاية تساءلت يعني، طب هو مش دايما الصلح بيكون الطرفين مرضيين؟ طب انت هتصطلح المسيحيين مع المسلمين بحيث انه يتم الافراج عن القتله اللي كانوا مسجونين، طب المسيحيين هياخدوا ايه؟ طبعا كان الفكره ان هم بعد قتل ابن عم احد الشهداء انه خلوا بالكم احنا عشان الدنيا تهدى عشان ما يتقتلش مسيحيين تانيين. طبعا منتهى الذل والعار. معانا ومع حضراتكم الاستاذ صفوت سمعان، مدير مركز وطن بلا حدود لحقوق الانسان وشؤون اللاجئين بالاقصر، للتعليق على هذا على تحويل القاتل دلوقتي الى مستشفى الامراض العقليه. استاذ صفوت برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بك يا دكتوره. مش مفاجاه مش كده ان يتحول قاتل لمستشفى الامراض العقليه؟ عادي يعني، في كلام كتير ممكن يتقال. يعني تخيلي ان واحد بيقال انه هو مختل عقليا وبيمارس تجاره، بيبيع ويشتري ويفك ويرجع فلوس ويشتري بضاعه. هل هناك في مختل عقليا بيمارس تجاره كامله؟ الحاجه الثانيه، وقت ارتكاب الحادث هل هو كان مختل عقليا بسبب ما يسمى الظرف الظني؟ يعني هو ترصد واستناه، واستنى لما نزل مراته وعياله ورجع، فكان استنى لوحده وضربه وجري بالموتوسيكل هو واخوه. فين الاختلال العقلي؟ في مختل عقلي بيستنى واحد ويترصد ويضربه بالآلي ويجري؟ يعني ده شيء غريب فعلا يعني. وكان من الغريب يعني برضه عشان نلفت نظركم ان العمليه شكلها يبدو انها متخططه من زمان، لانه قبل الحادث تقريبا هو كان ادخل نفسه مصحه وهرب منها، او بمعنى هرب منها او تم تخطيطه عشان يبقى عنده سابقه ان هو كان مختل عقليا. هو المختلين عقليا لماذا مع الاقباط فقط؟ يعني انا بتابع كل القضايا اللي بتتم، حتى في القتل الجنائي ما فيش قضيه كان تمت من طرف واحد انه في مختل عقليا الا في قضايا الاقباط. ويعني بقيت حتى عندنا يعني، ده انا سامع ان كمان كان في تركيا برضو حد قتل برضو مسيحيين وبرضو تم تحويله للامراض العقليه. يعني تقريبا اي حد بيقتل مسيحي في اي حته في العالم بيكون مختل عقليا تقريبا كده، او في الدول الاسلاميه زي مصر تركيا. نعم. طيب هو السؤال الفني حضرتك، ليه في ثاني يوم في القضيه تم القتل؟ يعني هو كان الراجل اللي قتل ده عنده علم انه كانت امبارح في جلسه وفي مختل عقليا بيبقى عنده علم ان في جلسه، والثلاث انه حدث في المحكمه من تهديدات وتفسر ثاني يوم انه واحد مختل عقليا يقتل؟ هل هناك في مختل عقلي عرف ان في جلسه قضيه وعرف ان في خناقه وراح ثاني يوم قتل؟ يعني الترتيب للحادث ما اتخذش كده. وده يعني عايز اقول لي يرجع برضه، ما اعرفش ليه بيستهينوا بعقولنا وبيستهينوا يعني ده حتى اي حد ما فيش يعني اي درجه ضعيفه من الذكاء يعني يعني هيقول لا يمكن ان ده كل الاحداث دي وكل دي يعني مختل عقليا ازاي يعني ازاي؟ طب وشريكه اللي هرب اللي ما حدش يعرفه فين لغايه دلوقتي؟ لا هو موجود. وعايز اقول لك برضه من ارتكبوا في الجنايات الاولى مطلوب القبض عليهم قاعدين ولا فرقه حاجه يعني للاسف. يعني احنا مش عايزين نقول لا ثانيه واحده استاذ صفوت، يعني هم لسه محبوسين الباقيين؟ لان كنا سمعنا موضوع جلسه الصلح اللي كان بيتبناها شيخ الازهر. لا هو بص حضرتك عشان اجبه امين، الصلح ما تمش في القريه لانه حتى يعني انا اسف اللفظ حتى كانوا متهمين كاهن هو اللي بيشحن، والكاهن عمره ما بيشحن يعني شخصيه جميله، لكن في الاخر ساب القريه عشان ما يقولوش بيشحن. يعني ايه يعني تقصد ان هو كانوا بيتهموه ان هو بيحرض الاقباط عشان يقتلوا اكتر او يعملوا حاجه يعني؟ لا يعني هم عايزين يعملوا الصلح، فالكاهن ده هو حاطينه في دماغهم ان هو اللي بيعطل الصلح. ما لهاش علاقه، في قانون لازم ينفذ مش علاقه كاهن. طيب وايه اللي حصل في الصلح؟ هو ما فيش صلح لحد دلوقتي وكله كلام عباره عن جبر خواطر. هل هناك في تصالح في دم؟
تمام، يعني الكلام بتاع ان هو كانت محاولات لانه المسيحيين يتنازلوا ويتم الافراج عن المحبوسين ده لم يتم. نوع من الارهاب النفسي، نوع من الارهاب النفسي. انتوا مش عايزين تقعدوا تصطدحوا معانا هيك بفي كذا. وللاسف يعني للاسف هم كل الطرفين بيعتقدوا انه الحل في بيت العيله من الازهر ومن الكنيسه، ودول عمرهم ما حلوا مشاكل، دول بيحلوا المشاكل على حساب الطرف الاضعف، الاضعف في الوضع، مش الاضعف في الناحيه الدينيه، الاضعف في الوضع اللي موجود فيه. ده حاجه صعبه قوي يعني، الواحد مش متخيل. احنا في القرن ال21 وما زال بنتعامل بسرعه عرفي، واحنا قاعدين اصلا في قريه ولا قاعدين في جزيره ولا قاعدين مش عارف في وسط الجمال. في قانون، في جماعه قتلوا يبقى يحاسبوا. وعشان برضو نبقى واضحين، القتل ده امتداد للقضيه القديمه، ما حدش يفصل دي عن دي ويقول القاتل. ايوه طبعا، ملهوش علاقه، لانه هو شهيد نسيم بس واخد اخت الشخص اللي متهم بالقتل الطرف الاولاني اللي هو المسلم. لا استنى، هو الشخص المسلم اسمه حسان صدقي حنفي، دي اول حد اللي هو كانت جثته وحطوها قدام منزل شخص قبطي واتهموا روماني رفقوه في شحات وبعد كده تم الاعتداء عليهم. متهمين ثلاثه حضرتك، مش واحد، متهمين ثلاثه مسيحيين. لكن هل هم قتلوا وهو قتلوه حصل ده شيء لسه في منظور في القضاء. طب يعني دلوقتي استاذ صفوت، المقبوض عليهم ثلاثه مسيحيين ومجموعه من المسلمين ايضا. مقبوض على واحد مسيحي ومجموعه من المسلمين. مجموعه طيب. من المتهمين من المواطنين المسلمين. مجموعه، والقضيه شغاله طبعا، لكن في جماعه واللي تم تحويله مشتركين موجودين محبوسين لحد النهارده. لا، اللي تم تحويله للامراض العقليه اللي هو حسن بغداد. ده دخل امراض عقليه وحفظ التحقيق، وعلى اعتبار انه هيستمر في مستشفى الامراض العقليه. انه طبعا مش معنى ان هو مريض عقليا يسيبوه تاني، ولا هيقتل ثلاثه ولا 10 ولا 20. فهو موجود في المستشفى، محتجز في المستشفى، ولكن ده ايه علاقته بالقتيل الاول اللي هو كان اسمه حسان؟ هو يجرب لجربه بعيده او من الدرجه الثالثه اعتبريها يعني، لان القريه دي معظمهم اقارب بعض يعني، عيله بجع الحساء يعني فيهم قربه من الدرجه الثالثه، مش قربه مباشره. طبعا شهيد نسيم ما لهوش علاقه بجريمه القتل الاولانيه، لكن هي مجرد هو اسمه شهيد، عشان بس الناس ما تفتكرش شهيد. هو اسمه شهيد نسيم الصرافيم. كويس ان حضرتك قلت الكلام، عشان الناس ده اللي هو قتل، اللي قتله دلوقتي اللي هو راح حسن بغداد. هو سواق اتوبيس وترصدوا له طبعا، وكان قبل منها بمده هددوه، وهناك بيانات انه راحوا له احد من الناس وقالوا له خلي بالك الشخص ده لازم هنقتله ومش هنسيب حقنا. تمام. فيعني التهديدات، عشان ابقى واضح وامين وتعلم جيدا ان المباحث اللي هي ما حطتش اي تقارير محايده بدقه، ان هناك تم تهديد لي من اكثر من شهر قبل ان يقتل، ان هو ده عليه الدور في القتل، عشان ما حدش يقول لي ده مختل ومش مختل. العمليه كلها متخطط ليها للاسف. من الشيء المحزن انه يبقى ما فيش سياده قانون، انه ما فيش سياده تحقيقات تتم بعداله. وانت عارف القضيه الاولانيه اللي تم فيها القتل الاربعه كانت مخزيه من ناحيه دور الشرطه ومدير امن اتنقل، لكن الضابط اللي تسبب بتاع المباحث اللي تسبب في المجزره دي ما زال يعمل لحد الان في الاقصر، وحاجه شيء مخزي ان واحد يفتح الباب عشان الجماعه يخلصوا على اربعه. للاسف 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 ما زلنا نعمل في دوله فيها جزء طائفي كبير في المعامله تجاه الاكبر. للاسف 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 الشديد. طب ايه الوضع دلوقتي بعد ما تم وضع يعني القاتل حسن بغدادي؟ هم كانوا بيقولوا على فكره في بعض الاخبار انه المتهم الثاني اللي كان معاه هو اخوه محمد، بس هو هل ده صحيح المعلومات دي استاذ صفوت؟ التحريات ما دخلتوش في القضيه خالص. هو لكن يمسك واحد. طب بناء على ايه الناس بعض الاخبار كتبت انه المتهم الثاني المفروض اخوه محمد بغدادي؟ المتهم الثاني اخوه، لانه الاثنين كانوا واقفين لحظه اطلاق النار عليه وهو اللي خده جري بيه.
هو ده الشريف. فهو جاء واختفى، اختفى وسط الزراعات وجابت الشرطة. والآن حدثت حدث نوع من يعني الشدة من ناحية الأطباق، طبعا حس أنهم يتكلموا أربعة وكمان بيتهددوا التفئات الخامس، وأصبحوا كأنهم مهدد. نعم كان مهدد للأسف يعني. لكن أنا يعني لي اعتاد أنه يعني إذا كان هناك فكر في ناحية صلح يبقى فكر استهدأت في التهدئة النفسية، يعني ما فيش حد يتعرض لحد تاني ويمشي القانون في مجراه. إذا كان طب أنت بتقول صلح، يعني دلوقتي اللي احنا شفناه ان كان شيخ الازهر بنفسه هو اللي بيتبنى او بي يعني اللي ما تبناش ولا حاجه، ولا هو اتاخد اسمه عشان مكان بيت العيله في بيته هو، لكن هو كان في صوره انتشرت وتقال وكان لابس لبس. لا 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 ما صديش، لم يتم الصلح لحد النهارده على الموضوع ده اطلاقا، كان كل المطلوب كان تهدئه خواطر. طب ولسه دلوقتي القضيه واخده مجراها، القضية واخدة مجراها لغاية دلوقتي، يعني لسه القضية في القضية ماشية مجراها يعني. لكن هو كان عملية نفسية بعد القتل، كان عملية نفسية يعني في التلاشي، لكن على أرض الواقع ما حدش بيتكلم. لو ما تمش تصالح وتنازل وتغيير شهادات يعني هيحصل في تاني وتالت. لكن طبعا هو كان دور بيت العيلة نزع فتيل ده، واعتبار إنه كل من يخضع يخضع للمحاكمة. لا طبعا، لكن أكيد في حاجات كانت تحت الترابيزة أنا ما أعرفهاش لحد النهاردة. تمام. لكن طبعا أسرة أسرة القبطي الشهيد نسيم الصاروفيم أكيد طبعا بعد هذا الحكم على قاتل يعني شهيد، هم طبعا يعني أكيد الحكم بأنه يتحول للأمراض العقلية. هو حالتهم النفسية منذ الأول، يعني هو عنده أطفال صغيرين. عنده كم طفل؟ تقريبا ولد وبنت تقريبا حسب اخر حاجه. ربنا يكون معاهم ويتولاهم الحقيقه. ومراته سنها يعني 25 28 سنه صغيره، يعني ده لسه هو لسه يعني مش كبير. ومراته هو كان 40 سنه تقريبا؟ لا تقريبا في 38، كان 38 تقريبا 38 عموما. يعني زي ما احنا لسه كنا بنقول من شويه ان شكوى المظلوم بتطلع للسماء، وربنا إله عادل، وزي ما بنقول لو عدالة الأرض ما يعني ما جابتش حق الشهداء عدالة السماء هتتكلم يعني وهتتحدث بصوت أكيد عالي أكيد كلنا هنسمعه يعني. أكيد عزقنا للأسرة يعني وبنقول لهم معلش، عمرنا ما كنا متوقعين ان بيبقى فيه يعني، او ان الحكاية دي مش اول مرة تحصل ولا اخر مرة تحصل. انا بشكرك استاذ صفوت، وبخاطب أسرة شهيد بقول لهم وولاده وزوجته بقول لهم عزقنا في السماء، وزي ما قلنا اصرخوا لربنا هو اللي هيجيب لكم حقكم. لو العدالة الأرضية ما جابتش الحق عدالة السماء هتجيب الحق. ده الحقيقة اللي أنا أقدر أقوله لحضراتكم، لأنه يعني اللي احنا فيه ده زي ما احنا حكينا القصة كده وبتعود ل 2013. والحمد لله برضو تصحيح الأستاذ صفوت، أنا كنت متخيلة أن بالفعل حصل الصلح، ولكن الحمد لله زي ما بيقول فيش حاجة اسمها صلح في دم. والموضوع أن الصلح أنك أنت تجبر أو يعني مش تجبر يعني تتحدث مع الناس اللي هم بيقتلوا واللي عايزين يزودوا الموضوع ويشعلوه أيضا يعني أكثر وأكثر، هم دول اللي أنت تتحدث معاهم، شيخ الأزهر أو بيت العيلة، أنه كفاية وأن أي حد هيعمل أي جريمة هيأخذ عقابه وأن القانون بياخد مجراه يعني. وأن حكاية بقى الجلسات الصلح والكلام ده كله يعني ما ينفعش يبقى فيه خمسة مقتولين أهو وتقول لي صلح، صلح على إيه بس يعني. فالحكاية كلها ان القتلة ياخدوا جزائهم، ومش عارفين بقى هيروحوا هم كمان الامراض العقلية ولا هو بس هيبقى الاخ حسن بغدادي اللي هو بس راح الامراض العقل مستشفى الامراض العقلية. فكل من يقتل قبطي هو مريض نفسي وبيحول لمستشفى الامراض العقلية. كان في قصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن واحد اسمه نشأة ميخائيل، يعني مش عارفة بصراحة مدى برضو يعني، أنا زي ما بنقول الحاجات اللي بتنتشر دي الواحد مش عارف إن هو يعني عايزين برضو نتحقق منها أكتر، ولكن بيقول إن هو في أثناء وقوفه في لجنة تم التعامل معاه بشكل غير لائق. وعلى فكرة مش أول مرة تجيل يعني، دي انتشرت على الفيسبوك، ولكن مرات كتير بتنتشر قصص زي كده إن يكون في تعامل في لجان بشكل غير لائق، ان يكون في حد زي بنقول انه واضح انه لسه في افراد من الامن زي ما بنقول في اي مؤسسة
في افراد ما بتكونش على مستوى هذه المؤسسه، وان في افراد بتخالف، وان احنا شفنا قد ايه احداث اللي اغتصب بنت اثناء التحقيق، واللي اتقتل مش عارف من امين شرطه برضو اثناء التحقيق، واللي مش عارف بيساعد على الدعاره، كل دول من الامن او من الشرطه. وبالتالي مش كل اللي في اي مؤسسه ملائكه ولا كلهم اشرار، ولكن في بعض النماذج اللي بتسيء للمؤسسه. فالواقع اللي بتحكى انه هو اتعامل معاه بشكل غير لائق، وانه ضربه، وانه كدمات في رقبته وذراعه الايمن وكسر في صباعه، وطبعا يعني اتكلم معاه بشكل غير لائق، وانه نشأت راح للمستشفى وتم الحقيقه يعني، والكدمات والاصابات بتستلزم المكوث في السرير شهر. فطبعا يعني بصراحه يعني زي ما بنقول بنتمنى ان يكون في يعني تحقيقات في مثل هذه الممارسات، وانها تنتهي الحقيقه، لانه ده بيسيء للمؤسسه ككل. فلما بيكون في افراد زي كده بيتعاملوا بهذا الشكل الغير لائق مع المواطنين، الناس طبعا بتقول لك يا جماعه مش المفروض، صعب قوي ان يكون ضربه وشتم وعمل ده كله معاه وهو المواطن نفسه كان ساكت خالص ما عملش اي حاجه مستفزه. بصوا يعني برضو انا بتكلم هنا، حتى لو اعترض على حاجه بالكلام فما تتوصلش انك انت بيضرب بقى، والضرب ده هيفضي افضى بيه للكدمات والاصابات اللي هيتعالج منها الشهر. فانت بتتكلم هو ليه حق، اذا اهانه هو ليه حق بالقانون انه ده اهان رجل شرطه اثناء عمله، يقبض عليه ويتحاكم صح ولا غلط، لكن انه يضربه مش مبرر. يعني حتى لو هذا الشخص ما كانش على المستوى اللائق في الحوار، او بدرت منه امور مش كويسه، ما ينفعش ان رائد الشرطه يرد عليه بالضرب يعني، ولا مش عارفه يعني. اكيد حضراتكم توافقوني على هذا، على الواقعه دي. في كمان اختطاف فتاه طيب بني سويف اجبار والدها على التوقيع باقوال لم يدلي بها. الدكتور عبد الله بشرى محامي بني سويف، وده كان من ام سي ان الخبر. الفتاه اللي اختطفت مريم ماهر يوسف ابراهيم كان في الثالثه فجر الاربعاء بقرية بيدهل مركز سمسطة بني سويف، وتم عمل محضر للاختطاف. والحقيقة انه بيقال انه الامن فضل يماطل والد الفتاة من الساعة 4 لغاية 8 بالليل عشان يعمل المحضر، وتم اجبار والد الفتاة على التوقيع على اقوال لم يدلي بها، وهي ان ابنته غضبت وتركت المنزل اكثر من مرة سابقا. اكد ان في شخص اسمه شكري احمد عثمان الشايب، هو ذو انتماءات دينية، قال لأسرة الفتاة ما تخافوش البنت موجودة انا هروح اجيبها، ولكن كل ده كان مضيعة للوقت. هو الحقيقة مش مذكور سن البنت قد ايه، مريم ماهر يوسف ابراهيم، ومش مذكور في الخبر عمرها قد ايه. ف يعني دي طبعا يعني الـ الامور اللي هي زي ما بقول لحضراتكم برضو ما زالت طبعا يعني، ان هو يتم اجباره على التوقيع على اقوال لم يدلي بها، دي برضو طبعا حاجه غريبه جدا. كان في نشكر ربنا طبعا انه يعني ما حصلش اي خسائر من قنبله انفجرت في اسيوط بجوار كنيسه، ويعني دي اول صور للانفجار. يعني دي حضراتكم زي ما شايفين قنبله زرعها مجهولين اسفل سياره بجوار كنيسه ماري حنا بالقصية شمال أسيوط. شايفين التفجير عمل إيه في العربيات. وطبعا يعني اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى الإخطار بهذا الانفجار، انفجار سيارة أثناء توقفها بشارع كنيسة المترانية بمدينة القصية. انتقلت قوات الحماية وتباين مجهولين زرعوا قنبلة أسفل السيارة رقم 31097 ملاكي أسيوط ملك رجل أعمال جوزيف أمين أثناء تواجدها أسفل منزله بشارع المترانية بمركز القصية. طبعا بيتقال إنه الوضع ده كان قبل ما القداس يعني، فبنشكر ربنا طبعا، وربنا يعوض الأستاذ جوزيف طبعا. ما عرفش بقى في الحالات اللي زي دي غالبا ما بيتعوضش أي حد عن أي خسائر يعني عموما. وإحنا بنقول في خسائر بشرية، وبنقول طبعا اللي بيجي في حاجات زي كده بنقول نشكر ربنا أنها ما فيش خسائر في الأرواح. أمن المنيا بيعيد القبطي المختطف بدرمواس اسمه عيسى هنري 65 سنة من مركز درمواس، كان الحقيقة متغيب وبعدين مخطوف يعني. وقوات الأمن بتقول يعني قامت بضبط سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزة المتهمين، فروا الجناة من مكان الحادث وجاري ملاحقتهم. ولكن بنقول ألف حمد لله على سلامة عيسى هنري شرموخ. وكمان عندنا في أزمة اللي كان بيتحكى عنها بالنسبة لسوهاج، بأنه في مدير مدرسة
مدرسة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر رفض قبول أوراق التلاميذ المسيحيين في المدرسة والمتقدمين لمرحلتي الحضانة والابتدائي بالرغم من توفر الشروط القانونية لقبولهم، وإن هو قال طول ما أنا موجود في المدرسة مفيش طالب مسيحي هيتقبل، وأعلى مفخلكم اركبوا. الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج نفى إن يكون في أزمة زي كده، وبيقول إنه هيفتح تحقيق في الشكوى اللي وصلته بشأن المدرسة اللي تضمنت عدم قبول التلاميذ الأقباط حسبما أفاد أولياء الأمور. طب أنت ليه بتنفي قبل التحقيق؟ يعني الخبر بيقول ان هو هيفتح تحقيق في الشكوى، طب ما لما تفتح تحقيق في الشكوى يبقى قول صح ولا غلط، لكن يعني نفى وجود ازمه وكلف وكيل وزير التربيه والتعليم بالمحافظه السيد عبد العزيز عطيه بفتح تحقيق في الشكوى اللي وصلته. طب يعني مش فاهمه ازاي بتنفي انه بيكون في ازمه وبتطالب بالتحقيق، فما ينفعش ان مش راكبين على بعض، يعني اولياء الامور هيقولوا اي كلام ليه؟ فلما تحقق مش محتاجه حكايه نفي ان مفيش ازمه دي خالص في الموضوع، محتاجه انه الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج كلف وكيل وزاره التربيه والتعليم في التحقيق في هذه الشكاوى. شكرا. بتنفي ليه؟ بتنفي قبل الخبر ده، زي ما بيحصل اي حاجه وبرده اي حريق في اي حته في كنيسه ولا يقول لك ناس كهربائي برده قبل اي حاجه، اللي الاستباق لاي شيء ده يعني ما تنفيش. حلو قوي انك انت بتحقق في الموضوع وتقول لنا بعد كده نتائج التحقيقات اطفت بايه، لان طبعا واضح كده انه لما يكون في مدرس في مدرسه ويعمل هذا الفعل بصراحه فعل مشين للغايه. الكنيسه بقريه تهجير الاقباط، قريه حضراتكم طبعا كفر درويش مركز الفشن، القمص هاتور بشرى بيقول انه هيكون ان الكنيسه هتقيم خلال الايام القادمه مائده افطار الوحده الوطنيه بمناسبه شهر رمضان الكريم وذلك بحضور ممثلي العائلات المسلمه بالقريه. طبعا لفته جميله، وفي برضو لفتة كمان جميلة تم رصدها الحياة، شباب كنيسة مرجرجس ألمازة كانوا بيوزعوا عصير على المسلمين وقت الأفطار، وده برضو طبعا منظر جميل ربنا يديم المحبة. وكمان كان بيتقال ان كان في مائدة إفطار برضو كل سنة بيقودها برضو رجل مسيحي، وكانوا جايبين عنها مشاهد أيضا في قناة أون تي في، ولكن طبعا كل المشاهد دي زي ما بنقول كلها مشاهد حب، مشاهد جميلة، يعني نتمنى إن يكون ده مش يعني تبادل محبة وتبادل يعني أخوة ووطنية ومواطنة، وإن كلنا يعني كل يكون من الطرفين طبعا فيها الشعور الجميل ده، وتنتهي طبعا الأزمات اللي بتكون بسبب الاختلاف في الأديان. يعني فكرة يعني في كل الدول الأوروبية والأمريكية، وكان بقول الكلام ده دايما، لو أصحاب وحبايب محدش بيسأل أنت دينك إيه، محدش خالص بيفرق معاه، أنا بتعامل معاك كإنسان، ما يهمنيش دينك إيه نهائي، ما يهمنيش انت ايه، هنا جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة، لا دينيين بتلاقيهم، بس بتلاقي الكل بيحترم الكل، بنحترم انسانية بعضينا، بنحترم بعضينا، بنضحك في وش بعضينا، الناس بتعرفش بعض بتساعد بعض، يعني الجيرة برضو بيكون ليها وضع، الاصحاب في المدارس كل الولاد يعني ولادنا اصحابهم ما بتبقاش انت يعني عارف ده مين وده فين وده جنسيته، جنسيات مختلفة وكله، وفي النهاية اللي بيحكم المعاملات والتعاملات هو الإنسانية والصداقة والمحبة، لا مهم دينك إيه ولا مهم ديني إيه، المهم إن إحنا بشر يعني بني أدمين بنتعامل مع بعض بكل إنسانية ومحبة. نتمنى قوي إن ده تتلاشى دي يا رب في كل الدول العربية، يعني وخصوصا الدول اللي طبعا بيسكنها مجموعة لا بأس بها من المسيحيين، يعني عندنا دول العربية ودايما يقولك يقلل من التعداد المسيحيين ويقولك أقليات، لأ كل المواطنين اللي في كل الدول العربية سواسية، كلهم واحد، كلهم مواطنين ليهم نفس الحقوق، عليهم نفس الواجبات. فيعني القصص دي بقى والذمية والتعامل ونفسي قوي المادة التانية اللي هي عاملة لنا يعني ايه دولة اسلامية، في ما احنا قلنا مفيش حاجة اسمها دولة ليها دين يا جماعة، ايه المشكلة؟ لكن طبعا دولة اسلامية وحكمها حاكم اسلامي والدين الاسلامي هو الدين الدولة واللغة العربية هي، يعني طول ما في المادة التانية دي هيكون في تمييز وهيكون في ذمية للمسيحيين، طول ما المادة دي موجودة اسمها دولة بنعيش فيها كلنا مواطنين، مش حاجة اسمها دين للدولة، ليه دين للدولة؟ ليه؟ ما لو انت عايز برضو المشاهد دي يعني تترجم صح، الغيلي الحاجات اللي هي بتعمل المشاعر ده، والغيلي المناهج اللي هي بتؤجج برضو المشاعر دي، لكن مش كفاية ابدا ان احنا بنلاقي موائد الافطار، ومش كفاية ابدا الكاهن اللي بيحتضن شيخ ولا بيحضن شيخ والدقون اللي بتتلاقى، ومش كفاية بيت العيلة، كل ده مش كفاية.
المهم ان كل الدولة على بعضها تسعى في ان هي تزيل كل ده. احنا كلنا مواطنين، مفيش حد خالص حاجة اسمها بنختلف في اي شيء يعني. طبعا طيب احنا معانا دلوقتي الحقيقه الاستاذ سامح ابن الاستاذ عيسى هنري العائد من الاختطاف، بنشكر ربنا طبعا والف حمد لله على سلامه والدك. الله يسلم حضرتك يا فندم. طيب ايه المعلومات اللي عرفتوها؟ مين اللي كان خاطفه؟ كان مخطوف ليه؟ ونشكر ربنا طبعا انه تم اعادته بسلام. هو حضرتك خطفوك يوم 16 تقريبا يوم 3، بس بدرجة المباحث هي جايبة ناس بعد وسط جابوه تقريبا، ما حدش عارف ازاي جه عملت طب المباحث. ثانية واحدة أستاذ سامح، أنا مش سامعة كويس، معلش يعني أنا علي الصوت بس شوية، صوتك واطي حبة. بتقول إن هو خطوطه في يوم 16 الشهر ده؟ تمام حضرتك. تمام. معلش عيد كل هو الكلام واسمعني بس من التلفزيون، يعني من التليفون عفوا، وطي التلفزيون. اتفضل. انا بدأت التلفزيون خالص يا هانم، انا بدأت طيب التلفزيون خالص اتفضل. حضرتك. هو اختفى يوم كان يوم 16 الشهر ده اللي احنا فيه، ست وكان الساعة 7 الصبح. تمام حضرتك؟ اي و ما انت بتحاول تسمعني من التلفزيون البعيد عنك، كمل انا سامعاك. لا طب اتفضل لا كمل الكلام. واختطف كان يوم 16، طب اول ما اختطف على طول كان ايه؟ كان حد طلب منكم فدية اي حاجة ولا ايه اللي حصل؟ تمام حضرتك. طلب مليون جنيه. كم؟ مليون جنيه. تمام. تمام حضرتك. بس بدأنا اتصلنا حضرتك احنا في مستشار اسمه مجد نجيب شركة البصيرة الثانية لمنظمة الأمم المتحدة. جيت اتدخلت لنا حضرتك وتعهدت ان انا اجيب ابوكم ده على ابويا انا. اي بس حضرتك ما كانت بتظبط مع المباحث وبدأت يتعاملوا مع العصابة ديت لغاية ما فوجئنا يوم الأربع اللي فات ده أول امبارح الساعة 1:30 بالليل حضرتك لقيناهم جايبين وجاي والتذكار قبض على بعض من أفراد العصابة وفي بعض هرب وجرى البحث عنهم حضرتك. ما جالكوش تهديدات تاني بعد ما عرفوا ان في تدخل للامن او اي حاجه؟ يعني بعد ما طلبوا المليون جنيه دي ما كانش فيها اي تفاوضات، ما كانش فيها اي تليفونات تاني لغايه ما لقيتوه راجع بالسلامه مع الامن؟ كانوا مصممين على المليون جنيه حضرتك. يعني كان عرفوا ان انتوا بلغتوا الامن؟ عارف لما بتحصل حاجات زي كده ويحس الخاطفين ان تم تبليغ الامن بيهددوكوا اكتر، حصل حاجه زي كده ولا ما كان المواضيع في سريه تامه ومحدش؟ نعم كانوا حضرتك بيقولوا احنا هنموتكم وهنذبحكم وانتوا واولادكم ولو مغزى زرعكم ما ناخده منكم وكلام زي كده حضرتك باستمرار. طب هو كان بيتعامل راجع بصحة كويسة؟ يعني كان ازاي بيعاملوه الخاطفين؟ يعني كان في اي اثار تعذيب في اي حاجة؟ لا هو ستك كانوا رابطين ايديه ومغمدين وسدين ودانه وكان فيها بعث الرباط على ايديه كان مخلي ايديه وارمه شويه حضرتك. وكان مليان عند الاكل نهائي يعني اللي اعتبر التسع ايام حضرتك اللي غابهم كان فيهم حوالي 3 مرات او 4 مرات كل مره حوالي رغيف. ايوه ياه بس بس هو كان جاي يعني عنده ضعف كامل وعينيه متاثره طبعا مع الرباط وهو اصلا عينيه تعبانه وهو طبيعي. فنشكر ربنا في صلواتكم. ربنا يعني ألف حمد لله على سلامته، وزي ما بنقول كل ده يهون بعودته بالسلامة وأي حاجة تعرض لها أو أي صعوبات، ولكن عودته بالدنيا كلها طبعا. ألف حمد لله على سلامته، بنشكر ربنا الحقيقة وإنه عاد سليما وإنه عاد ليكم. بنشكركم، بشكرك أستاذ سامح، وألف حمد لله على سلامة أستاذ عيسى، وألف مبروك عودته بالسلامة، ويا رب كل المخطوفين يا رب نطمن عليهم ويعودوا بالسلام. طيب امين امين، يعني بشكرك شكرا جزيلا. طيب احنا الحقيقه يمكن دي اهم الاخبار، انا بس كنت متوقفه عند خبر، فاكرين اللي قلته لكم الحلقه اللي فاتت المطران نيكولا لما قال ان في الايه مش مظبوطه والكلام ده. مينا اسعد مدرس اللاهوت الدفاعي الدفاع اللاهوتي بمعهد دراسات الكتاب المقدس التابع للكنيسه الارثوذكسيه بيقول ان ما ساقه الانبا نيكولا مطران طنطا للروم الارثوذكس حول وجود خطا في تعريب الانجيل وعدم وجود لا طلاق الا لعله الزنا خاطئ. هناك 36 من الاباء ومنهم غير
غير الأرثوذكس يتحدثون اللغة اليونانية، وعدد من المجامع أقرت وقالت لا طلاق لعلة الزنا، أبرزها مجمع خلق دوني اللي هو لا طلاق لعلة الزنا، مجمع ينتمي لنفس كنيسة الروم الأرثوذكس الحقيقة. واستشهد أيضا أستاذ أسعد في بيان له ببعض الآيات الأخرى أيضا، وبيقول أنه الحقيقه كلمه موضوع كلمه تسريح والكلام ده طبعا يعني، فانا زي ما بقول لحضراتكم واضح كده انه يعني عايزين كنا نعرف صحه هذا الامر، لانه او يعني زي ما بنقول انه مش عايزين نغوص فيه قوي، خلينا يعني القصص دي عايزين نتاكد الاول من صحه الامور دي ودي الرد عليها. ولكن يعني احنا يعني زي ما بنقول ايات كتير بتؤكد زي ما قلت الموضوع ده، وانه اكتر آية يعني من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته يكون الاثنين جسدا واحدا. فانت بتتكلم انه لو هو الايه هنا بتقول جسد واحد يبقى ازاي يبقى في تحليل الطلاق وان المسيح يعني، فالحكايه هنا يعني شويه غريبه. عموما يعني بالنسبه برضو للعفو الدوليه تستنكر محاكمه 2 من القساوسه في الخرطوم واتهامات باطله تصل للاعدام وتطالب بالتدخل الدولي. الحقيقه في يعني دي ازمه بيمر يعني بصراحه بيها 2 من القساوسه في السودان، وايضا هناك يعني منظمه العفو الدوليه بتقول انه استمرار محاكمه 2 من القساوسه في العاصمه السودانيه الخرطوم يثير تساؤلات بشان تعامل السودان مع الاقليات الدينيه، وهي قضيه لها جذور تاريخيه عميقه ولا تزال تحظى باهميه كبيره. المنظمه اضافت انه القساوسه يخضعون العديد من الاتهامات من بينها تقويض النظام الدستوري وشن حرب ضد الدوله والتجسس، ويمكن ان توقع عقوبه الاعدام على التهمه الاولى والثانيه. وطبعا احنا بنطالب طبعا التدخل الحياة في هذا الأمر، لأنه يعني مش عارفة إيه أساس هذه الاتهامات، ولكن طبعا تعامل السودان مع الأقليات الدينية للأسف تاريخه غير مشرف بالمرة. في كمان توقيع تفاصيل توقيع أول اتفاق بين الفاتيكان وفلسطين، وعندنا برضو دي كانت بالنسبة للحياة ده أول مرة يعني، أو يعني يعتبر هذا الاتفاق اتفاق تاريخي، بأنه حضراتكم متحدث باسم الكرسي الرسولي قال من المقرر يوقع أن يوقع اتفاقا مع السلطة الفلسطينية حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية، وعرض نص هذا الاتفاق غير المسبوق على السلطة الفلسطينية والمراجع المختصة في الفاتيكان قبل التوقيع عليه، وانتهت صياغته لجنة ثنائية في 31 مايو بعد 15 عام من المفاوضات. كمان السيناتور الجمهوري الحياة البارز جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي بيقول أن أوباما بيتجاهل استهداف المتطرفين للمسيحيين ولا يهتم بتدمير أقدم المجتمعات المسيحية وأقدسها، وبيتجاهل على الأخص الذين يواجهون الاضطهاد في كل هذه الدول من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وداعش. والحياة أوباما واللي بيحصل، والنهاردة سمعنا برضو خبر غير ظريف بالمرة أن السوبريم كورت اللي هي المحكمة العليا اللي زي الدستورية العليا أقرت بزواج المثليين في أمريكا وأن ده بقى قانوني، ودي طبعا كارثة الحقيقة. وكون تمرير هذا الحكم أو هذا القرار بزواج المثليين أعتقد أنه هيعود بشكل يعني صعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني دي طبعا في منتهى الصعوبة. وبيقول لك أوباما يهنئ انتصار حب، إيه عم إيه اللي أنتوا فيه ده؟ يعني اعتقد انه حاجه زي دي يعني هتجلب على امريكا يعني غضب يعني بشكل غير طبيعي، غضب الهي، لان انت بتتكلم هنا على، فانا مش قادره افهم انت ده يعني مخالفه لكل الاعراف وكل الاديان والدستور والمخالفه للانجيل والكل، يعني انا مش قادره افهم ازاي يتم تمرير قرار مثل هذا زواج المثليين بجميع ولايات امريكا ازاي، يعني انا مش قادره افهم يعني ازاي يتم الحياه تمرير مثل هذا الحكم وهذا يعني حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه. ولسه زميلي المخرج بيقول لي ده جوجل ويوتيوب محتفلين بالقرار. يا جماعه القرار ده مش حريه، ده دي خطيئه، ده 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 يعني انت يعني بتحل الخطيه ازاي، ودي أسوأ حاجه، والانجيل ذكر عنها ان دي أسوأ سدوم وعموره اللي كان بيحصل فيه، ما هي البلاوي دي، انت بتبيح هذه البلاوي في الولايات المتحده الامريكيه.
يعني مش قادرة، يعني أنا يعني مستاءة جدا جدا الحقيقة، مستاءة بشكل غير طبيعي غير طبيعي. آخر خبر في الملف في الحياة، نروح لداعش واللي بتعمله داعش. حرقت عجوزة مسيحية عمرها 80 سنة عشان رفضت الامتثال للشريعة، وده كان في تقرير عن مسيحي الشرق الأوسط صادر من موقع وكالة لبنانية، من موقع لبناني طيار لبناني. أحرقوا امرأة أشورية عمرها 80 سنة حتى الموت من بلدة كريملس الواقع في سهل نينوى، عشان امتنعت تنظيم كده شايف انها امتنعت عن الامتثال امام المحكمة الإسلامية ورفضت احكام الشريعة اللي فرضها عنصروف الموصل، فتم اعدامها حرقا. بلدة كريملس بتقع في سهل نينوى بقضاء الحمدانية محافظة نينوى، لجانب العشرات من البلدات المسيحية الأشورية في هذا السهل العريق. غالبية السكان من المسيحيين أتباع الكنيسة الكلدانية، وفي أقلية بتتبع الكنيسة السريانية الأشورية، بالإضافة إلى أقلية من الشبك، والحقيقة كلهم بيعانوا من هذه الأحكام اللي فرضها هذه الجماعة الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية داعش للأسف الشديد. بكده يعني نكون عرضنا أغلبية الأخبار الحقيقة القبطية. طبعا احنا كان زي ما بنقول عندنا في محيط الشأن الداخلي، بالنسبة طبعا ان كان في رسائل مهمة جدا ارسلها الرئيس السيسي للمصريين في حفل افطار الأسرة المصرية، وبيقول عايزين نتعايش في امان وسلام، اهلا وسهلا اللي عايزين كده، اللي مش عايزين طبعا هيكون ليهم واقع تاني. بيقول للقوى السياسية اتفقوا، وللأحزاب أيضا الاصطفاف الوطني لمواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية ولا العودة لما قبل 25 يناير، ضرورة الاختيار الصائب لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية. والحقيقة طبعا يعني لو نسمع بس دقيقة كده من كلمة الرئيس، وهننتقل بعد كده للحوادث الثلاثة اللي حصلت الحقيقة النهاردة صباح الجمعة. لا ولا بس، ربنا معانا، ربنا معانا، طول ما ربنا معانا يبقى احنا محدش ابدا يقدر ابدا ينال من البلد دي. ولازم تتوقفوا كتير بتروي بحلم بعقل، وتشوفوا الدنيا حوالين مننا اللي انا دايما برضه بكررها كتير، اقول خلي بالكم، بص شوفوا شوفوا يعني ليه مصر ما حصلهاش كده؟ المفروض ما كانش يحصل كده، لكن ربنا أراد إن هو ينجيها، ونجاها بالمصريين بالمناسبة، مش بحد تاني، مش عبها يعني. اللهم أعمل من يعنيها، اللهم أعمل من يعنيها، اللهم أعمل من يعني مصر، اللهم أعمل من يعني. أنا بس هتوقف عند كلمة إن إحنا دايما نبقى كده، دايما نبقى كده، لان انا بلاحظ ان ساعات كده تيجي بعض الموضوعات وبعض المواقف نقول بعض مننا يعني يختلف يتلخبط، ده مش كويس. الامر اللي احنا بصدده في بلدنا اكبر كتير من الاختلاف، والمصلحه العليا لبلدنا انها تفضل متصانه. خلي بالكم احنا بنتكلم في 90 مليون متعلقين في رقبتنا كلها، مش في رقبتنا بس، في رقبة كل المصريين. ف كل المصريين، ايوه يعني مش الجيش بس ومش الشرطة بس، لا، ولا الإعلام بس، ولا السياسيين بس، ولا المثقفين بس، لا، كل المصريين، كل الناس، كل إنسان مصري معني ومسؤول ان هو التسعين مليون دول يفضلوا عايشين، ومحدش ابدا يأذيهم او يضرهم. طب ده يحصل ازاي؟ انا بقول لكم كلام الرئيس جميل وحلو، بس لسه التطبيق ولسه الناس اللي تسمع، ولسه لغايه دلوقتي الرئيس طلب مليون مره تغيير تقدير القضاء الديني، مفيش اي حاجه، ولكن يعني ربنا يسهل ان شاء الله. الرئيس السيسي بيصدر قرار بانشاء وتنظيم اللجنه القوميه لاسترداد الاموال المهربه للخارج، بيترأسها النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
خلينا الخبر كوميدي عن مرسي. الحقيقة مرسي بيقول بقى تلبسوني أزرق تلبسوني أحمر، قال الرئيس الشرعي. رفض توكيل محامي أو الطعن على الحكم بإعدامه، وبيقول لبسوني أحمر أو أزرق أنا الرئيس الشرعي. كاركتر غريب بصراحة، ويعني حالة كده غريبة، حالة هذا الشخص المدعو مرسي اللي قال لك أنا الرئيس الشرعي. هو عنده كده، عنده مشكلة مع شرعي وشرعية، فاكرين آخر كلمة قالها قال كام شرعية يعني. طبعا يعني وحشتنا الأقاويل، الخطابات اللي كان كلنا على الفيسبوك قاعدين يعني. وما علينا، ويكيليكس بتنشر أسماء الناشطين على الحاصلين على تمويل من السفارة الأمريكية، وعلى رأسهم حمزاوي وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح دومة وأحمد ماهر. في سابقة ليست الأولى كشف موقع ويكيليكس عن أسماء المصريين اللي تلقوا أموال من الخارج لدعمهم في عدة مجالات. وكالة الأنباء الأمريكية قالت إن النشطاء تلقوا أموال من السفارة الأمريكية في مصر، والأسماء بتضم شخصيات عامة ونشطاء وحقوقيين وأفراد آخرين من عدة مؤسسات. وفقا لما نشره موقع الوثائق الشهير، تلقى هؤلاء دعما كبيرا خارجيا منه ما لم يكن بتصريح من الحكومة المصرية. والموقع قال إن السفارة الأمريكية عقدت عدة لقاءات سرية غير معلن عنها مع هؤلاء الأشخاص بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية. من بيانات اللي سربها الموقع يتأكد حرص السفيرة الأمريكية على سرية اللقاءات، وطبعا اتكتب أسماء كتيرة منهم زي ما قلنا، عمرو حمزاوي، اسماء عبد الفتاح، دوم، بعض ده احنا اتكتب اسماء. الحقيقه خلينا نكتفي يعني بالاسماء دي. كان في برضو هاشتاج مليونيه مقاطعه شركه الاتصالات الاكثر تداولا على تويتر، تدشين حمله لغلق الهواتف 5 ساعات متواصله لارتفاع اسعار باقات الانترنت، ومستخدمو مواقع التواصل ينشرون الفكره، وبيقول ما تبقاش سلبي وحش، سلبي وحشت. الموضوع ده بقى الواحد مش عارف حقيقته. في ناس بتقول لك تكبدت الشركات خسائر بسبب موضوع ان فعلا الدعوه تم تلبيتها، و5 ساعات كان في انقطاع، مجموعه ليست بقليله. ناس تانية قالت لك الدعوه دي يا جماعه كان من الاخوان، ناس تانية قالت لك لا ده كان كلام فاضي ولا في خسائر ولا في اي حاجه، ده هم 5 تنفار. فالحقيقه يعني في النهايه طبعا كل دي حاجات يعني زي ما بنقول كده مش عارفين ايه تفاصيلها. طيب مشاهدينا، هنروح للاحداث اللي حصلت النهارده الحقيقه، هذه الاحداث الارهابيه. ومعانا ومع حضراتكم الدكتور تامر ميشيل. دكتور تامر برحب بحضرتك معانا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. النهارده الجمعه، يعني ثلاث زي ما بنقول ثلاث دول مختلفه استيقظت على اعمال ارهابيه، واولهم كانت فرنسا. والتقارير بتقول ان لاول مره يقطع او يذبح تذبح يذبح راس فرنسي على ارض فرنسيه. وطبعا الكويت، المسجد الشيعي اللي هو يعتبر نمرة 4 بعد المسجدين اللي كانوا في السعودية ومسجد في اليمن، وبعدين استهداف السياحة في تونس. ما تعليق حضرتك على هذه الأحداث وما الرسائل؟ داعش تبنت طبعا الحادث بتاع الكويت المسجد. طيب هو أنا الحقيقة حاسس إن إحنا برضو ماشيين بنظام بص العصفورة فين. والحقيقة الحدث الأبرز المهم اللي بيحصل واللي المفروض نركز عليه الفترة دي كلها هو 1st of July أو 30 يونيو، اللي هو العالم كله مستنيه وهيغير مسار التاريخ الجاي كله لفترات طويلة، اللي هو احنا كنا أبرزناه قبل كده في الحلقة، اللي هو توقيع المعاهدة الأمريكية الإيرانية. هم 5+1+إيران. تمام. الحقيقة من التسريبات والإعلام اللي شاطر جدا ومحترم جدا الفترة الأخيرة، اللي هو الإعلام الإسرائيلي بشكل عام، الاتفاق بيمر بمراحل صعبة جدا، قد يوقع يوم 30/6 وقد لا يوقع ويتم تمديد. والاحتمال الأغلب اللي رايح له التوقعات العالمية كلها أنه الاتفاق هيتم تمديده شوية، لأنه في صعوبات من حيث درجات تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي اللي إيران هتسلمها، والفترة اللي هيتم فيها التخصيب زي ما كنا قلنا في الشو اللي فات أنه بدل 10 سنين الأمريكان عايزينهم 20. يعني عشان دون الدخول في تفاصيل كتير، ده الاتفاق الأبرز بيتم في العالم كله، واللي هيغير مسار التاريخ لفترات، وهيغير الشرق الأوسط كله وخريطته لفترات طويلة جاية. تمام. دي نقطة مهمة جدا، وفي كل عالم كله تركيزه رايح لها. النقطة الثانية المهمة جدا قبل ما نحلل أي حاجة في أحداث النهاردة، نشوف إنه السعودية أعلنت، وإحنا قلنا ده قبل كده في الحلقة اللي فاتت، إن السعودية أعلنت إن هي رايحة تتبنى برنامج نووي، وهيبقى عندها برنامج نووي حربي قوي جدا. الحقيقة اتفاجئنا الفترات اللي فاتت السعودية فتحت 3 خطوط اتصال مع 3 دول كبيرة جدا في العالم، أولهم روسيا بالضبط، الدولة الثانية باكستان، الدولة الثالثة الجديدة فرنسا.
الحقيقه المباحثات السعوديه الروسيه بتمر بصعوبات شديده جدا، لان الروس ضاغطين على السعوديين ان هم يبتدوا يبقى في شويه مسانده لنظام بشار الاسد، وده النظام السعودي رفضه بالكامل. تمام. فالمباحثات فيها صعوبات جامده جدا. المباحثات الثانيه اللي بين السعوديه وباكستان برضه فيها مشاكل، لانه باكستان انسحبت من السبورت بتاع صفه الحزم، فده عامل برضه مشاكل في المفاوضات. بالظبط. النقطه الثالثه برضه اللي ما حدش خد باله منها خالص والاعلام فوتها، انه عاده انه مصر عملت صفقه كبيره جدا على مسار البحريه المصريه اسمها فرقاطه جديده، اسمها الفرقاطه فريم. ودي احدث قطع البحريه في العالم كله، حاجه كده زي الرافال، حاجه فيري ادفانس، عليها قواعد صواريخ. ويعني بصراحه هو تقال الخبر، يعني يمكن ما كانش في تحليلات سياسيه، ولكن ان ده حدث مهم قبل افتتاح قناه السويس الجديده. هو الفكره مش في الحدث او الفكره في الصفقه، الفكره ان احنا في المعتاد بيروح قائد البحريه يستلم الفرقاطه ويرفع عليها العلم والحاجات دي. اتفاجئنا انه الفريق صبحي بنفسه هو اللي رايح يستلم الفرقاطه، ده مش متبع في البروتوكولات العسكريه. طب يعني ده معناه ايه يا دكتور؟ ما انا هقول لحضرتك، اتفاجئنا في نفس الوقت وجود وزير الدفاع السعودي في فرنسا في نفس التوقيت. ايوه. ودي مباحثات كان غير معلن عنها. فاتفاجئنا ان المحادثات الثلاثيه ما بين مصر والسعوديه وفرنسا للحصول على برنامج نووي للثلاث دول. اذا احنا قدام معادله جديده خالص، فرنسا دخلت كبلاير جديد جوه الجيم، وقدام معادله جديده. اذا كل الحوادث دي، كل اللي انا قلته ده بيودينا للحوادث بقى بتاع النهارده، لانه الناس كلها باصه على الحادثه بس، انما مش باصه على الباك جراوند بتاعتها. طب نربط بقى اللي حضرتك قلته، انتظار 30 يونيو والاتفاق اللي هو النووي الايراني، السعودية مع روسيا، باكستان، فرنسا، الاتفاق الثلاثي دلوقتي اللي كان ورا موضوع الفرقاطة اللي تم استلامها من قبل صبحي، وفرنسا، مصر، السعودية، والثلاث حوادث النهاردة. بالضبط. الحقيقة انه احنا طول ما احنا رايحين لفترة 30/6 الناس كلها قاعدة تقول ازاي داعش بتشتغل في رمضان، وازاي ليه هم عاليوا في رمضان عن الطبيعي. الحقيقة انه رمضان ملوش علاقة خالص بالموضوع. القصه كلها ان احنا طول ما احنا رايحين ل 30/6 وبيقرب انه ممكن يتمدي الاتفاق ما بين الخمسه زائد واحد وايران. طيب. الناس كلها هتبتدي ترسل رسائل لايران، اللي هم السنه في الخليج هيبتدوا يرسلوا رسائل لايران وللشيعه في الخليج، انه حتى لو مضيتوا الاتفاق اذا انتم مالكوش مكان. مش من المصادفه او الصدفه العجيبه ان كل التفجيرات وكل المساجد اللي يتم تفجيرها سواء في الشيعة او الكويت، مساجد الشيعة بالظبط كده، ده رابع مسجد. اذا دي رسائل قويه جدا من السنه في الخليج للشيعة، انه حتى لو انتوا رايحين تمضوا الاتفاق مع الامريكان، احنا هنصعد الامور وهنحاول نلعب على ان احنا نجيب البروجرام النووي بتاعنا ما بين مصر والسعوديه، على اساس ان مصر والسعوديه هي قمه الهرم السني في العالم العربي، وايران هي قمه الهرم الشيعي في العالم العربي. طب ليه انت معلش هنا داعش هي اللي تبنت، ليه بتقول السنه في الخليج؟ يعني هل ممكن ما تكونش داعش هي اللي بتعمل الاعمال دي؟ ولكن لا، هي داعش بس رعايه سنيه بالذات من السعوديه ليها في ده، لانه دلوقتي زي ما احنا قلنا قبل كده، انا لو ما استنى يا دكتور، يعني رعايه سنيه وهيروحوا يضربوا جامعين في عندهم في السعوديه للشيعه؟ حتى لو عندهم للشيعة، لأنه دي رسالة بتقول للشيعة أنه مش هيبقى ليكم مكان في الخليج، ولا ليكم مكان في أكبر دولتين سنيتين في الخليج اللي هما الكويت والسعودية. فدي رسالة واضحة جدا للتفجيرات، أنه ما فيش مساجد للشيعة، والشيعة هيتشالوا من على وش الأرض، يعني زي ما بيقولوا في الدولة. يعني دي برضو رسائل سياسية كلها. طبعا. والرسالة الحقيقة تفجيرات فرنسا كانت متوقعة، لأنه فرنسا ابتدت تساند مصر والسعودية في الحصول على برنامج نووي، فكان لازم بعد الاجتماع الثلاثي اللي ما كانش مرتب له او مرتب له بس مش معلن عنه، وحصل مره واحده والعالم اتفاجئ بيه، انه الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السعودي وزير الدفاع الفرنساوي في اجتماعات لحصول مصر والسعوديه على برنامج نووي، فكان لازم يتم الرد على فرنسا بسبب مساندتها لقمه الهرم السني في العالم. فاذا ولسه ممكن متوقع انه يحصل اعمال ارهاب تانية في فرنسا للرد على مسانده فرنسا لمصر والسعوديه في المجال ده تحديدا.
تمام. فاذا الاعمال بتاعت فرنسا متوقع انه يحصل اعمال ثاني بعد الاجتماع الاخير الاسبوع اللي فات. السعوديه والكويت طول ما احنا رايحين ل 30/6 او 1/7 هيتم تصعيد العمليات ضد الشيعه في الخليج كله بشكل عام. تمام. طيب دي خلينا احنا ما جيناش احنا كده يعني كده استهداف لفرنسا، علشان طبعا التعاون الفرنسي المصري السعودي. نيجي لو قلنا دلوقتي تونس، ودي مش اول حادث تستهدف السياحه. تونس الحقيقه مختلفه شويه او منفصله عن اللي بيحصل كله، لان تونس هم عارفين انه جماعه الاخوان بشكل عام مقرره او في رعايه امريكيه بشكل عام انها ترجع سواء في مصر او في تونس. إذا الحل الوحيد انه الجماعه دي ترجع انه اضرب الاقتصاد بتاع البلاد دي بحيث انه اثبت فشل الانظمه القائمه فيها دلوقتي. تمام. فمن من الحاجات اللي بتعمل دخل عالي جدا وبالذات في تونس، لانه تونس من الدول اللي استفادت هي وتركيا من وقوع السياحه في مصر، لانه ده زود نسبه السياحه في تونس وتركيا جدا في الفتره الاخيره. فانه كان لازم اضرب واحد من اهم مصادر الدخل اللي موجود للحكومه التونسيه، لانه السيسي وحكومته لو نجحت معنى كده انه ده فشل الاخوان للابد في تونس ونهايتهم في تونس زي ما حصل في مصر. تمام. يعني الحادث تونس ده منفصل عن الـ الامور الثانيه اللي زي ما حضرتك رصدتها. هو منفصل شويه عن الصراع السني الشيعي القائم في العالم كله دلوقتي. يعني ده ليه علاقه بالاخوان يعتبر يعني اكثر. طبعا. يعني ده ليه علاقه بالاخوان. انما اللي عايز اقوله انه الفتره الجايه العالم كله، انا شايف انه العالم كله باصص على الحوادث، باصص الشرق والحدث بيحصل غرب، لانه تمام. الحدث الابرز اللي احنا مستنيينه هو 30 يونيو او 1/7 ونشوف هل الديل هيتوقع فعلا، لانه تمام. النهارده كل الـ على موقع دبكه الاسرائيلي اللي هو واحد من اكبر المواقع السياسيه في العالم، السيناريوهين اللي بيتحضروا انه اذا الاتفاق تم ده هيبقى لبدايه صراع سني شيعي جديد، وبعض الدول هتتجه انها تجيب برنامجها النووي الخاص بيها، وهنبتدي نشوف تصاعد اعمال ارهابيه من داعش في الخليج، وهيبقى في رعايه لدم السعوديه. تمام. او السيناريو الثاني اللي بيتم اذا الاتفاق ما توقعش، فايران مش هيدخل لها الفلوس، ارصدتها المجمده مش هتروح لها، هنشوف التقارب التركي الايراني اللي كان ابتدى يتم نتيجه ده هيبتدي يفصل شويه، وتبتدي تركيا ترجع لداعش ثاني من اول وجديد. كنت لسه هسأل حضرتك على داعش فين في الصورة، لأن حدث أيضا يعني حدث لا يمكن أن احنا نغفله مع هذا المشهد، وهو عودة الداعش إلى عين العرب كوباني، وكل الأمور بتشير إلى تسهيلات من تركيا لدخولهم مرة أخرى، وطبعا مذابح ومجازر حدثت أيضا في عين العرب. زي ما أنا شرحت قبل كده العلاقة التركية الإيرانية نعم هتبقى محورها داعش. لو الامريكان مضوا مع الايرانيين تركيا هتبتدي تتقارب لايران وتبتدي تتخلى عن داعش الفترات الجايه. لو الاتفاق ما تمش السيناريو الثاني هو اللي هيحصل، وتبتدي يحصل تقارب ثاني ما بين تركيا وداعش، وتبتدي تساعدها في البلاك ماركت والاويل بلاك ماركت اللي هم بيخلقوه بحيث انه يعملوا الدعم السيبريت عن الامريكان. فهل ده كله انه السيناريو الثاني المعد؟ وزي ما انا قلت انه على موقع دبكة النهارده السيناريوهين موجودين بكل احتمالاتهم، معنى عدم توقيع الاتفاق انه هتبتدي تحصل حرب ايرانيه امريكيه مباشره، هيبتدي الرئيس اللي جاي في الاغلب هيبتدي يدفعه انه يبقى جمهوري عشان يدخلوا في الصدام المباشر مع ايران. طب التوقعات اكتر لايه؟ للاتفاق ولا لعدم الاتفاق؟ هو لحد دلوقتي الاتفاق زي ما انا قلت فيه ثلاث محاور مهمين في اختلاف فيهم، اللي هم عدد اجهزه الطرد المركزي اللي بتتسلم من ايران من 26,000 عايزينهم 13، عايزينهم للنص، ونسبه تخصيب اليورانيوم 5 ولا 8، والمحور الثالث المهم جدا عدد السنين اللي يتم عليه برنامج النووي الايراني. الامريكان عايزينه على 10 سنين وايران عايزه توصل له على 5 سنين، فلسه في صعوبات. ده اللي اتسرب لحد دلوقتي. زي ما انا قلت قبل كده انه الاعلام الوحيد على مستوى العالم اللي مهتم بالحدث الابرز هو الاعلام الاسرائيلي، ما فيش اعلام ثاني مهتم بيه، لا الاعلام المصري نعم ولا الاعلام حتى هنا، لانه هم طب اعلام حاجة. اسرائيل، ما اسرائيل يمكن حضرتك عارف ان هي مش عايزه الاتفاق ده يتم. طبعا من مصلحه اسرائيل انه الاتفاق ده ما يتمش، ولكن هم الاعلام الاشطر في التحليل السياسي لحد دلوقتي للاحداث دي،
لانه زي ما انا بقول لحضرتك هم متابعينه، لان كلنا نتذكر الكلمه اللي القاها نتنياهو امام الكونجرس الامريكي بمحاوله اقناعهم على انه لا يتم هذه الصفقه وهذه الاتفاقيه الحقيقه. فبالتالي هي بتتابع ده عن كسب، لانه ويمكن بيهمها احنا قوي. ذكرناها في الحلقه اللي فاتت وقلنا ان نتنياهو جه وقال انه دي غباء السياسه الامريكيه القائمه، واعتبروه هنا كل المحللين السياسيين انه دي اهانه للسياسه، يعني للسياسه الامريكيين بشكل عام. نعم. فهو الحدث الابرز كله اللي هيغير التاريخ في العشر سنين الجايين الاتفاق النووي، ولا الاتفاق مش هيتوقع. دخول البرلمان الإيراني أعتقد ده سوري ملوش أي لازمة، ولكن برضو كان في قرارات بيتم أخذها الأيام اللي فاتت، إنه كانت قال في الاتفاقية برضو إن هيتم المراقبة على أي توقع لأي مكان لأي مؤسسة أو لأي موقع بيتوقع إنه بيكون في تخصيب للأورانيوم أو ليه يعني علاقة بالنشاط النووي. وهنا وقفت إيران أمام هذا، والبرلمان تحديد وقف وقال لك لا، طب ما ده بيسمح ليهم ان هم ممكن يقتربوا من اماكن عسكريه ومن اسرار لا يعني لا يسمح لهم بالاطلاع عليها. فدي برضو هي الشرط ده ايران ادت فيه مرونه واضحه جدا، وهم وافقوا انه يتم التفتيش المفاجئ في اي وقت على اي عدد من الاماكن، فالشرط ده ما بقاش فيه مشكله قوي. انما لا هو الثلاث محاور مثار يا دكتور تامر اليومين دول، وعليه كلام وتقارير كتيرة بتقول ان هم رافضين الكلام ده. هو الحقيقة الشرط ده مش داخل في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجدل الموجود دلوقتي، لان هم فعلا يعني نجاد ابدى موافقة على انه يتم التفتيش المفاجئ على اي مواقع، فمش هيبقى فيه الشرط ده، مش هو اللي عامل لهم مشكلة دلوقتي. ولكن الايرانيين عايزين يوصلوا لاتفاق بقدر الامكان على اساس ان السبورت الامريكي يرجع للشيعة في المنطقه، ويتم في الحاله دي التخلي عن داعش شويه في الفترات الجايه. تمام. هل مثلا ده برضو السبب في ان احنا شايفين داعش بتقوى او يعني الاعمال اللي بتقوم بها هذه الايام وعودتها لعين العرب كوباني، ايضا توقع انه لو تم هذا الاتفاق الدنيا هيكون في يعني حرب شنعاء او حرب يعني اقوى عليها، فبالتالي احنا بنشوف داعش هنا رساله ضغط على الايرانيين اكتر ما هي اي حاجه تانيه، ان احنا بنوريكم ان احنا لو حبينا نعمل سبورت لداعش ان هنسيبهم يحققوا تقدمات. والرساله للضغط على قاسم سليماني والفصائل بتاعته اللي موجوده في العراق. واحنا بس اللي هو بنوري ايران ان احنا نقدر نخلي داعش يحققوا تقدم. وفي نفس الوقت لما كنا بنسبورت الايرانيين وقت المحادثات، الشيعه هم اللي حققوا التقدم المطلوب ده على الارض. فهي رسالة ضغط على الإيرانيين، وهتبتدي رسالة الضغط دي تتصاعد، وهيبتدي يتم زي ما أنا قلت السماح بأعمال إرهابية أكبر ضد الشيعة في الخليج الثلاث أربع أيام الجايين، لحد ما نشوف الاتفاق ده هيوصل لفين وهيتم توقيعه، والإيرانيين هيرضخوا للشروط اللي محطوطة عليهم ولا لأ، وقد إيه هتبقى مرونتهم أثناء المفاوضات. نعم. ولكن بالنسبة لفرنسا يعني طبعا برضو، هل حضرتك تتوقع أن هيكون ممكن يكون في أعمال أخرى أيضا تحدث في الأيام القادمة؟ لو الاتفاق فعلا ما تمش، نعم، هيبقى في أعمال إرهابية قوية جدا من الشيعة بشكل عام في العالم، وهيتم توجيه ضربات لكل الدول اللي بتساند قمم الهرم السني سواء السعودية أو مصر في الفترات الجاية. مش بعيد نشوف كمان في مصر مشاكل الفترات الجاية. هو في بعض الجهات اللي أعلنوا بس 30 يونيو بالنسبة لمصر طبعا وضع تاني، وبرضو كان في تهديدات من الإخوان ومن بعض الفصائل الإرهابية يعني زي أنصار بيت المقدس وغيره. ده ملوش علاقة بالاتفاقية الاتفاق النووي الإيراني ما بين إيران وأمريكا. بس هو للأسف برضو للناس المتابعة للسياسة على مستوى العالم بيتم التنسيق دلوقتي، ودي من المحاذير اللي احنا شرحناها قبل كده، ان ممكن السنه والشيعه يتفقوا في مناطق، وهو التقارب اللي حاصل ما بين حزب الله اللي هو المفروض شيعي وحماس اللي هو المفروض سنه للقيام باعمال ارهابيه في مصر، لانه ده من مصلحتهم هم الاثنين دلوقتي، لانه حماس بتاخد حقها اوتارها يعني،
وفي نفس الوقت انه الشيعه بيتم توجيه ضربات لمصر على اساس انه السعوديه ومصر يفك يتم تفكيك الحلف القائم ما بين السعوديه ومصر ضد ايران دلوقتي. وطبعا فرنسا زي ما انا قلت انه هي اكبر سورس دلوقتي او هي اكبر برسنتج موجوده انه يتم الاتفاق النووي معاها في ظل صعوبه المفاوضات مع باكستان ومع روسيا. تمام. بنشكرك يا دكتور بجد، يعني بتلمنا الموضوع بالشكل الجميل اللي هو التداخل في كل الدنيا، وان ده حقيقي، ده اللي بيحصل فعلا، ان الامور السياسيه وقرارات سياسيه اللي بتحكم العالم وبتحكم اشياء كثيره جدا، وحتى الاعمال الارهابيه بتكون لخدمات او لمصالح او لتهديدات بتحصل، زي ما تم الربط ما بين الاحداث الثلاثه اللي حصلوا النهارده، او بالتحديد الكويت وفرنسا، وطبعا تونس كان ليها الجانب الموضوع الاخواني. بشكرك جدا دكتور تامر ميشيل وجود حضرتك معانا وهذه التحليل القوي المتميز الحقيقة. زي ما شفنا، زي ما قلت لحضراتكم، انه الاحداث بتختلف، داعش يعني بتقوى باعمال ارهابية يمين وشمال، وانه يعني الحادث بتاع فرنسا ما تقالش انه داعش، ولكن اتقال انه ذئاب منفردة، اللي هو الشخص اللي قاله انه هو كان محتجز 2006 وتم الافراج عنه 2008، وانه هو ده الشخص اللي متوقع ان يكون قام بالحادث. اعترف الداعش او داعش تبنت الحادث اللي حصل على الجامع الشيعي في الكويت، وزي ما قال الدكتور تامر انه في توقع ايضا لان ده رابع جامع في خلال فتره بسيطه من الشيعة، فممكن متوقع ان يكون في طبعا احداث اخرى، وكل الاحداث دي بتجني الحقيقه طبعا، يعني زي ما بنقول عدد الشهداء في هذا الجامع تعدى 25 واكثر من 200 جريح، وطبعا حادث ايضا في قتل 14 جندي عراقي في الانبار برضو تولاه داعش بسياره ملغومه، ده بالامس، وأعدم فقيه إسلامي ومقاوما للاحتلال الأمريكي في العراق، وإنه طبعا داعش زي ما بنقول دلوقتي بتقوى بشكل كبير جدا. مش عارفين بصراحة مصير عين العرب هيكون إيه بعد هذا الهجوم وهذه المذبحة اللي قام بها هؤلاء الإرهابيين الدولة الإسلامية داعش. وطبعا يعني بيحاول القوات العراقيه مقتل عشرات في مناطق مختلفه، ايضا الجيش البشمركه، الجيش السوري، ولكن زي ما بنقول بنرى طبعا يعني الحقيقه يعني توسع للاعمال الارهابيه اللي بيقوم بها داعش هذه الايام. نتمنى الاتفاق النووي الإيراني يتم بسلام عشان تتغير الدنيا، ولكن زي ما بنقول طبعا كل شيء بإرادة ربنا، إذا تم هذا الاتفاق ده بيعني تغير في الوضع، يمكن بيعني أكتر أيضا أن هيبقى في دعم لإيران أكتر ضد هذا التنظيم الإرهابي داعش، أنه هل هذا الإرهاب هيكون إلى زوال هذا التنظيم. بعض التصاريح برضو كانت بتشير من روسيا وده من روسيا للسعودية ان بقاء الاسد في مصلحتكم، وده يمكن زي ما بنقول اللي كان بتحاول روسيا ان هي تفهمه للسعودية في هذا الاتفاق اللي كان بيحاولوا يعملوه مع بعض. فبالتالي المشهد كله الحقيقة طبعا متداخل في بعض، ولكن بنرجو من ربنا ان هو يمد ايديه طبعا، وزي ما بنقول كل حاجة بتحدث بتكون بإرادة وبسماح من إلهنا السماوي. مرة تانية بعزي كل اخواتنا اللي فقدوا عزيز ليهم، بعزي أسرة المجند بهاء، بنرجو من ربنا ان يحل السلام والأمان في كل العالم، والأحداث اللي بتحصل في أمريكا والأحكام اللي بتحصل دي ربنا بقى يتولنا بالخير. أشكركم مشاهدينا، وألقاكم على خير الأسبوع القادم وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.